السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلبة الجامعة الإسلامية الأعزاء، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم في هذا اللقاء الأول ضمن البرنامج التدريبي الذي تعقده عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالتعاون مع مجتمع البحث العلمي في فلسطين. هذا اللقاء الذي يحمل عنوان تطوير قدرات البحث العلمي لطلبة الجامعة الإسلامية بغزة. في هذا اللقاء الأول نستضيف الأستاذ الأخ الزميل أيمن البيك، الموظف في عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة الإسلامية، وهو بالمناسبة المسؤول عن متابعة تحرير الأبحاث العلمية والمجلات والدراسات، دراسات الماجستير والدكتوراه، لتكون ضمن القالب والنظام المعتمد في الجامعة الإسلامية بهذا الخصوص. في هذا اللقاء الأستاذ أيمن الديك سيتحدث عن قالب الدراسات العليا، القالب المعتمد في الجامعة الإسلامية، وآلية التوثيق، والعديد صراحة من الملاحظات والنصائح التي سيقدمها لنا الأستاذ أيمن ليكون البحث والدراسة التي ينظمها الطالب، طالب الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية، وبالمناسبة يمكن للطلبة أيضا من الجامعات الفلسطينية الأخرى الاستفادة من هذا النظام، ليكون ضمن الإطار وضمن النظام المعمول به في الجامعة الإسلامية. للتذكير قبل أن ننطلق مع الأستاذ أيمن ضمن هذه الرحلة الشيقة من المعلومات، البرنامج التدريبي يبتدئ بهذا اللقاء إن شاء الله رب العالمين، وسيكون يوم الأحد والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 6 حتى الساعة 8 محاضرة لمدة ساعتين في موضوعات مميزة. تم عرض الجدول التدريبي كاملا من خلال صفحة الجامعة وصفحة العمادة ووسائل التواصل المختلفة، وتم إرسال الجدول أيضا على الإيميلات. فقط ملاحظة في بداية اللقاء للجميع حضور عبر منصة الزوم وعبر اللايف على صفحة الجامعة وصفحة العمادة وصفحة مجتمع البحث العلمي، أنه مع نهاية كل لقاء سيكون هناك تعميم لرابط للإخوة والأخوات المشاركين في اللقاءات التدريبية، رابط بسيط فيه معلومات شخصية وبعض الأسئلة في موضوع المحاضرة. هدف الرابط هو الحصول أو إرسال شهادة إلكترونية للطلبة المشاركين في اللقاءات التدريبية بشكل منفرد. مرة أخرى سيكون هناك شهادة إلكترونية لكل طالب يقوم بتعبئة هذا النموذج، والذي سيتم مشاركته مباشرة بعد اللقاء عبر صفحة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا على الفيسبوك. نبقى الآن مع رحلة شيقة، محاضرة مميزة مع أخ عزيز وزميل، مع الأستاذ أيمن البيك. مساء الخير أستاذ أيمن، والمايك معك، وبنشكرك كثير على هذا اللقاء من البداية، وتفضل أستاذ أيمن. يا هلا بيك، يعطيك ألف عافية أستاذ بلال، ومشكور على جهودك في إنجاح البرامج التدريبية، سواء هذا البرنامج الجديد أو البرامج التدريبية السابقة. طبعا جهدك في هذا المجال جهد كبير، ويبرز دوره في نجاح البرامج السابقة والإقبال الشديد على البرامج الجديدة والمستقبلية إن شاء الله. بداية أرحب بجميع الحضور في هذا البرنامج التدريبي، وأتمنى السلامة لجميع المشاركين سواء في قطاع غزة أو خارج قطاع غزة، نظرا لما كما تعلمون فيروس كورونا وانتشاره على مستوى قطاع غزة وتعطل العملية النظامية التعليمية في الجامعة، وبدء اللي هو التعليم الإلكتروني اللي حيكون بديل مؤقت إن شاء الله حتى عودة الأمور إلى طبيعتها في المرحلة القريبة إن شاء الله. بداية قبل ما نبدأ في خطة البرنامج وتفاصيل البرنامج تبع اليوم، حابب أنوه لشغلة، إنه إحنا قبل فترة حوالي شهرين أو 3 شهور عملنا برنامج تدريبي يعني مشابه نوعا ما لبرنامج اليوم. فلهذا السبب أنا حاولت اليوم إني أستحدث بعض المعلومات والمواضيع الجديدة والتي لم يسبق أن تحدثنا بها، زائد الحديث عن اللي هو بعض المعلومات اللي هي مهمة وأساسية، سواء في إعداد رسالة الماجستير أو الدكتوراه، سواء باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، نظرا لأن معظم الباحثين أو جزء من الباحثين يعتقد أن عملية إخراج الرسالة
حسب قالب الجامعة هي عملية صعبة وتحتاج إلى جهد أو إلى شخص يقوم بهذا العمل، ولكن اليوم إن شاء الله من خلال الشرح اللي حنذكره حنلاحظ إنه في بعض الشغلات والهنتات الصغيرة اللي بتسهل في كثير تفاصيل من إعداد الرسالة، بحيث إنه ما تحتاج أي شخص يساعدك فيها، زائد إنه أنت تعمل أصعب الأمور أو الأشياء الأساسية في الرسالة بأبسط وأسهل الخطوات. بداية حنحكي في ملف أول شيء باوربوينت، حنحكي فيه عن تفصيل البرنامج بشكل أساسي وبعض المواضيع الأساسية في إعداد الرسائل العلمية سواء للماجستير أو الدكتوراه حتى أو الأبحاث العلمية التي تنشر في المجلات، وبعد ذلك سنتطرق لبعض المواضيع الجديدة والتي لم يسبق أن تطرقنا إليها أو تحدثنا عنها مسبقا. دعونا الآن نعرض اللي هو ملف الباوربوينت اللي بيحتوي على تفاصيل لقاء اليوم. بداية حيكون موضوعنا زي ما قلنا بشكل أساسي ورئيسي عن تنسيق الرسائل الجامعية سواء كانت رسائل ماجستير أو دكتوراه حسب قالب الجامعة اللي بنعمل فيه في الجامعة الإسلامية. طبعا بداية الحديث في بداية الحديث حنحكي عن أهم المواضيع اللي حنتناولها اليوم خلال هذه المحاضرة. أول شيء حنحكي عن المواصفات الأساسية أو الشروط الأساسية لكتابة الرسالة الجامعية باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، إيش نوع الورق المستخدم، إيش نوع الخطوط المستخدمة، كيف نكتب حجم الخطوط في المحتوى، في العناوين، في الجداول، في الأشكال وهكذا. ثاني جزئية حنحكي عنها كيف نرتب محتويات الرسالة بشكل منهجي حسب آلية الجامعة الإسلامية، يعني إيش بيكون أول جزء من الرسالة اللي هو عبارة عن الفهارس والإهداء والشكر والأشياء هذه، وبيكون لها ترقيم معين ونمط معين في الإعداد. بعد هيك حننتقل على اللي هو محتوى الرسالة واللي بينقسم في العادة لخطة البحث، للإطار النظري، للإطار العملي، للنتائج والتوصيات، كيف نرتبها، كيف نعدها بطريقة صحيحة ومحتوياتها بشكل أساسي وبشكل صحيح. بعد هيك حنحكي عن موضوع الفهارس، طبعا هذا موضوع حنتطرق له بشوية تفاصيل لأنه زي ما أنتم عارفين الفهارس هي الأساس تاع الرسالة، لأنه أنت لو بدك ترجع لأي معلومة حتروح على الفهرس، ولو بدك تروح على الفهرس في آلية إنه ينعمل فهرس إلكتروني ينقلك لأي محتوى داخل ملف الرسالة بشكل سهل بدون ما إني أحتاج أروح أبحث في كل الملف عشان ألاقي العنوان أو الشكل أو الجدول اللي أنا بدي إياه. في شغلة تانية برضو موضوع فهارس الآيات، فهارس الأحاديث، فهارس الأعلام والتعريفات، كل هذا برضو حنتعلمه بطريقة آلية مش بطريقة يدوية. يعني أنا كتير بلاحظ طلبة بكونوا عاملينه يدوي وبشكل مرهق، واللي مرهق أكثر من هذا الشيء في الإشي اليدوي إنه أنت لو احتاج تتعدل على رسالة تضيف صفحات أو تحذف صفحات حتحتاج جهد من أول وجديد إعادة ترتيب الصفحات كمان مرة بشكل يدوي، وهذا بياخذ وقت وجهد، وهذا طريقة غير صحيحة. فحنتعلم كل شيء في الرسالة يكون مربوط بطريقة إلكترونية، كل شيء في الرسالة يكون منظم ويكون سهل الوصول إليه بطريقة مباشرة. بعد هيك زي ما قلنا قبل شوية إنه الرسالة بتتقسم لأقسام، يعني الرسالة نفسها بتكون فيها أجزاء، يعني الجزء الأول من الرسالة اللي هو من عند واجهة الرسالة والإقرار والنتيجة والإهداء والشكر والفهرس وهكذا، بكل ترقيم في العادي في الرسائل العربية ترقيم أبجدي، وفي الرسائل الإنجليزية بيكون ترقيم لاتيني. حنتعلم كيف أنا أعمل ترقيم أبجدي وكيف أعمل ترقيم لاتيني، وكيف في نفس الرسالة أرجع أعيد الترقيم لترقيم أرقام من بداية الرسالة، مش زي ما بعض الطلاب برضو للأسف بتلاقيه جايبني الرسالة على 3-4 ملفات مقسمات، وعشان مش قادر يدمجهم مع بعض ويقسم الترقيم ويقسمهم لمقاطع بطريقة صحيحة.
فهذا الشيء اللي احنا حنتعلمه اليوم حيكون ان شاء الله بسيط جدا، وطريقه اللي حنعلمكم اياها ابسط طريقه ممكنه. يعني ممكن بعض الشغلات اللي حنحكي فيها اليوم حنلاقي او نلاقي بعض يقول لك في طريقه ثانيه وفي طريقه ثالثه، احنا قدر الامكان حنحاول ناخذ اسهل طريقه وابسط طريقه بحيث انت تخرج رسالتك بشكل صحيح وباسهل طريقه ممكنه. النقطه المهمه جدا جدا بعد هيك موضوع طريقه التوثيق. طريقه التوثيق طبعا هي اساس المنهجيه واساس الرساله. كيف انا اشتغل في طريقه توثيق صحيحه لرسالتي؟ مثلا الكليات العلميه وكليات الاقتصاد والعلوم الاداريه والكليات اللي هي زي الهندسه والاي تي وهكذا وغيرها بتلتزم بطريقه اسمها طريقه الاي بي اي ستايل والاصدار السادس منها. يعني احنا لو انا واحد اجى سالك وقال لك ايش طريقه التوثيق الموجوده في الجامعه للكليات العلميه او الكليات الاقتصاديه، مباشره بقول له طريقه اي بي اي ستايل. انو اصدار؟ الاصدار السادس. طبعا في اصدارات بعد، في اصدار سابع وفي جامعات متبعه فيه، ولكن في الجامعه الاسلاميه ما زلنا نتبع الاصدار السادس من نظام الاي بي اي ستايل. على جهه اخرى في كليات اخرى زي كليات اصول الدين والشريعه بيلتزموا بطريقه توثيق اخرى، هي طريقه الحواشي في المتن، وفي نهايه الرساله بيستخدم المراجع الترقيم، الترقيم يعني 1 2 3 وهكذا. مش طريقة إيه بي إيه، طريقة تانية اسمها طريقة الترقيم للمراجع. وبتختلف طبعا كمان مرة للتأكيد الكليات العلمية وكلية التجارة والكليات اللي ما شابه ذلك، إنه عندها طريقة التوثيق في المتن نفسه بيكون اللي هو اسم المؤلف أو عائلة المؤلف والسنة، وفي نهاية المتن بنذكر تفاصيل المرجع بالتفصيل، إذا كان كتاب بنذكر اسم الكتاب، اسم المؤلفين، السنة، الطبعة، سنة النشر وهكذا. إذا كان مجلة بنذكر حسب طريقة المجلة، إذا كان رسالة بنذكر حسب طريقة الرسالة، وهذا حنحكي عنه بجزء من التفصيل القليل، لأنه لقدام إن شاء الله حيكون في محاضرة كاملة عن طريقة التوثيق سواء عن برنامج الإند نوت أو البرامج الثانية، وحيكون فيها تفاصيل أكثر، فهذه الجزئية حنحكي إحنا ما يفيد الباحث فيها بشكل أساسي. الجزئية اللي بعد هيك حنحكي فيها انه كيف انا اخرج رسالتي الجامعيه من الالف الى الياء بشكل صحيح حسب قالب الجامعه بدون ما ارجع مره ومرتين وثلاثه للدراسات العليا ويقول لي عندك تعديل 1 و2 و3. لا، انا بدي رسالتي تكون من الالف الى الياء جاهزه، مقسمه بطريقه صحيحه، جداول صحيح، اشكال صحيحه، اذا عندي ايات، عندي احاديث، عندي اعلام، عندي مراجع، كله يكون منظم بطريقه صحيحه. لقيت نبدا احنا ندخل في تفاصيل اساسيه او عامه عن رساله الماجستير بشكل عام، سواء كانت عربي او انجليزي او كانت كليات شرعيه او اصول دين او كانت كليات علميه. احنا في جميع الرسائل اللي في الجامعه يجب على الطالب استخدام ورق A4، يعني الورق اللي هو مستخدم في العاده اللي هو مقاسه 27 في 30 سم. هذا الورق اللي بنستخدمه بيكون من اعدادات الصفحه. هجيت لما ندخل على التطبيق حنفرجيكم ايش انواع الورق الموجوده، ايش الورق الاي 4 اي 3 اي 5، ايش اوراق اخرى برضه بشكل سريع حنحكي عنها. شغله ثانيه مهمه هي يعني مش في القالب قدر ما هي انه انت رسالتك ستنشر في موقع المكتبه وفي مجلات علميه وفي دور نشر وفي قواعد بيانات، فشيء مهم جدا موضوع التدقيق اللغوي والاملائي. يعني مش صح رسالة للأسف تكون منشورة وكلها أخطاء لغوية وهمزات وفواصل وعلامات ترقيم وأخطاء إملائية، هذا للأسف بيسيء للباحث وبيسيء للجامعة. فإحنا مش غلط ندقق الرسالة مرة مرتين ثلاثة لو احتجنا كمان نستعين مختص في هذا المجال. الشغلة اللي بعد هيك بنحكي عنها موضوع ملخص الدراسة، هذا إحنا حكيناه في النقطة السابقة موضوع التدقيق. فإحنا لضبط عملية الملخص بالذات اللغة الإنجليزية بنقول للطالب لازم تروح على عمادة التعليم المستمر في الجامعة. عندنا عمادة مختصة بالترجمة اللي بترجم فيها ناس محكمين دوليا وإنهم باع طويل في الترجمة ودقيقين في المجال هذا، ويكون ترجمة معتمدة عليها ختم التعليم المستمر بحيث إنه ما يكون فيها أي خلل بإذن الله.
فاحنا الطالب بالذات اللي رسالته عربي وبيحتاج يترجم ملخص انجليزي بنقول له لا، لازم تروح على التعليم المستمر، حتى لو كنت تترجم من باب الاطمئنان اكثر بدققوا لك عمليه الترجمه. الشغله اللي بعد هيك موضوع احنا رح نحكيه بالتفصيل بس نحكي عنه الان سريعا، موضوع بدايه الفقرات واستخدام التاب عشان نميز بين الفقره والفقره الثانيه. الآن حنحكي مكتوب عندنا موضوع الآيات القرآنية، هذا للكليات الشرعية وصول الدين وحتى بعض الكليات، يعني إلا كل رسالة ما تلاقي فيها على الأقل لو آية قرآنية واحدة أو حديث أو ما شابه. فإحنا أي آية قرآنية، بدنا نركز في هذه النقطة، أي آية قرآنية في الرسالة سواء كنت أنا طالب شرعي أو طالب أصول دين أو طالب تجارة أو هندسة أو ما شابه، لازم أستخدم الخط العثماني. الخط العثماني إذا موجود عندك على الجهاز هي موجود اللي استخدمته قبل هيك، مش موجود حنتعلم الآن بطريقة سهلة كيف نلاقي نوع من الخطوط العثماني. طبعا الخط العثماني موجود على النت بأشكال كثيرة وأنواع كثيرة، وإحنا بنعتمد كل أشياء إذا كان خط عثماني مش مهم تفاصيله، مو عثماني يعتمد، ولكن إحنا أخذنا أفضل الخطوط وأقربها لشكل المصحف اللي هو الخط اسمه عثمانيك سكريبت حفص. الآن حنتعلم كيف ننزله. في جزئية ثانية أو طريقة ثانية بيستخدموها الطلبة الشرعيين وأصول الدين، موضوع اللي هو المصحف الإلكتروني أو اللي هو المصحف العثماني، بنزله عنده على الجهاز وبياخذ منه الآيات مباشرة وبحطها، فبتيجي بنفس رسم المصحف، فإلك الخيار، ولكن نحن بنركز في هذه النقطة على موضوع إنه أي آية قرآنية لازم يكون خطها عثماني. في هذا المجال قبل ما نمشي على الشريحة البعدية ممكن نلاقي هذه النقطة موجودة لاحقاً، بدنا نتفق على ثلاث جزئيات في الخطوط الرسائل. في الرسالة عندنا ثلاث أنواع في الخطوط. النوع الأول من الخطوط اللي هو الرسائل العربية. أي رسالة باللغة العربية لازم يكون الخط فيها simplified Arabic. لازم يكون الخط في الرسائل العربية simplified Arabic. لو كان عندنا رسالة باللغة الإنجليزية بنستخدم نوع الخط Times New Roman. خلينا نركز شوية، نوع الرسائل العربية الخط فيها Simplified Arabic والرسائل الإنجليزية Times New Roman. الآيات القرآنية، الآيات القرآنية بنستخدم فيها اللي هو الخط العثماني زي ما ذكرنا الآن. نيجي نكمل في نفس الجزئية الآن، من نيجي نأكد على نفس الملاحظة اللي توا حكيناها، ملاحظة إنه الخطوط المستخدمة في الرسالة العربية لازم تكون اللي هو نوعها simplified Arabic. حجم الخط لازم يكون 14 في المحتوى. الآن بدنا نركز على هذه الشغلة، في محتوى الرسالة في المتن جوا في التفاصيل لازم يكون الخط العربي، احنا الآن في الجزء العربي فقط، لازم يكون حجم الخط 14. ما نلاقيش خطوط أكبر وأصغر، يعني مثلا بعض الطلاب للأسف بحط المحتوى مثلا حجمه 14 صحيح، بيجي عندي المرجع أو الاقتباس بروح بيصغر لي الخط ل 12، لا، احنا في المتن في جزئية المتن بنركز عليها حجم الخط يكون 14. عندنا في قبل ما نروح على جداول والأشكال، في اللي هو الرسائل الإنجليزي نوع الخط تايمز نيو رومان، برضه هذا موجود في أساسيات اللي هو الخطوط. خلينا نركز عليها الثلاث شغلات كمان مرة، أي آية قرآنية خط عثماني، أي رسالة عربي خط simplified Arabic، أي رسالة إنجليزي خط Times New Roman. هلقيت نيجي بالتفاصيل، هلقيت حنبدأ أول شيء بالرسالة العربية. هلقيت حنحكي كل هذا الشريحة الموجودة حاليا، حنركز فيها على موضوع اللي هو حجم الخطوط ونوعها في اللي هو ايش؟ الرسالة العربية. نوع الخط الموجود في الرسالة العربية قلنا simplified Arabic. الآن عندنا أكثر من شغلة في الرسالة، لو كان عندنا متن الرسالة اتفقنا 14 وحجم الخط عادي، بيكونش غامق، حجمه عادي. العنوان الرئيسي، يعني مثلا أنا في كلية مثلا التجارة أو الهندسة أو أي كلية ثانية، عندي عنوان رئيسي الفصل الأول مثلا. وعنوان الفصل الأول مثلا يقول الإطار العام للدراسة. الإطار العام للدراسة بيكون حجم خطه 16 ويكون غامق، الخط غامق، وتوسيط، إيش أنا توسيط؟ أنا في نص الصفحة. هلقيت في بعض الشغلات لاحقا حنحكيها بالتفاصيل، كيف أنا أجيب العنوان على سطرين، كيف أجيبه في الفهرس لسطر، وهذه الأشياء
حنفصلها في وقتها في الجزء التطبيقي من المحاضرة. هلقيت هذه الجزئية الأولى اللي هو موضوع الخط للعناوين الرئيسية 16 غامق سيمبليفايد أرابيك. الخط حجم الخط للعناوين الفرعية مستوى أول، يعني مش مستوى أساسي، لا مستوى فرعي أول. يعني مثلا مثال، نقول مثال لو عندنا مثلا فصل أول في مبحث أول، يعني فصل أول في ثلاث مباحث، مبحث أول ثاني ثالث. المبحث الأول هذا اللي هو كلمة المبحث الأول مع اسم المبحث بيكون حجمه 15 وغامق. المبحث الثاني نفس الشيء 15 وغامق وهكذا. المستوى الثالث لو عندنا مستوى ثالث من العناوين اللي هو القوائم الفرعية من العناوين أو اللي هو المطالب الفروع وهكذا، كله بيكون حجمه 14 وغامق. طبعا ما معنى المستوى الثالث بيكون كله عندنا ايش؟ حجم 14، يعني في الرسالة نفسها في المتن، الرسالة العربية ما في عندنا خطوط أقل من 14. ما في عندنا خطوط في المتن أو في العناوين أقل من 14، يا 16 يا 15 يا 14. تباعد الأسطر بيكون مفرد في الرسالة العربية، تباعد الأسطر بين الفقرات كلها، سواء عنوان، سواء محتوى، سواء فقرات، كله بيكون مفرد، ست نقاط قبل الفقرة وست نقاط بعد الفقرة. هوامش الورقة، الهامش تبع الورقة للرسالة العربية بدنا نركز فيه، اللي هو موضوع انه الهامش بيكون عندنا من جميع الجهات للورقة سواء الأعلى أو اليسار أو الأسفل 3 سم. هكذا الهامش اليمين حنزود فيه كمان نص، حيصير 3.5. النص هذا لإيش؟ لموضوع التدبيس أو اللي هو نظام الزنبرك اللي هو التغليف تبع الرسالة، فبنسيب له نص سنتي احتياطا عشان ما يدخل الغلاف على الكلام. هلقيت نيجي للجداول والأشكال، عندنا جزئيتين في الجداول والأشكال. عنوان الجداول والأشكال، العنوان اللي بيكون فوق الجدول أو بيكون أسفل الشكل اللي هو يعني جدول رقم واحد مثلا كذا كذا، هذا الجدول العنوان هذا يعني بيكون حجمه 12 وغامق. كل حاجة عنوان، سواء عنوان فصل، عنوان مبحث، عنوان مطلب، عنوان جدول، عنوان شكل، كله غامق. فهيجد عندنا عنوان الجدول أو الشكل بده يكون 12 وغامق. عنوان اللي هو أو المحتوى تبع الجدول بيكون حجمه من 12 وممكن ننزل في الخط لعند 9. يعني احنا بنخليه 12، ما زبط معنا 12 أو الجدول كان مكدس بالبيانات بننزله بنخليه يصير 11، بنخليه يصير 10 وهكذا. الآن نمشي بطريقة أسرع شوية. موضوع ترقيم الصفحات، اتفقنا على إنه بداية الرسالة طبعا هذا جزء من ال هاي أستاذ أيمن موجود معنا، اعتذر على المقاطعة. الان حنسمع هذا واقع صار موجود. تفضل استاذ ايمن. والله رحلتهم من النار بس نعتذر للجميع. تفضل. نعتذر من الجميع. نكمل على السريع. الان ترقيم الرساله، بدايه الرساله بنبدا بترقيم ابجدي الف باء تاء ثاء وهكذا، او ترقيم ابتدي مش ابجدي اللي هو الف باء تاء ثاء الحروف العربيه. بعد هيك عندما نبدا في محتوى الرساله بنبدا بالترقيم اللي هو ارقام 1 2 3 الى نهايه الرسالة. بعد هيك الترقيم اللي بيكون أسفل الصفحات نركز على شغلة، للأسف تعين أصول الدين والشريعة بيعملوها كثير وهي طريقة خاطئة وممنوعة عندنا نهائيا، موضوع البراويز والإطارات والزخارف والأقواس كله في الأرقام برواز ولا شكل ولا أي حاجة. هذه رسالة علمية وستنشر فلازم تكون بطريقة مناسبة. كمان مرة للتأكيد، طريقة التوثيق المعتمدة في الجامعة حيسألوك إيش طريقة التوثيق المعتمدة؟ ABS line الإصدار السادس. نمشي على الرسالة الإنجليزية الآن. الرسالة الإنجليزية تقريبا في تشابه بينها وبين الرسالة العربية، طبعا في صفحة العنوان حنحكي عنها قلت لاحقا في التطبيق، مش حنحكي كثير هالقيت. موضوع اللي هو نوع الخط كمان مرة المستخدم تايمز نيو رومان في الرسالة الإنجليزية. بعد هيك بدنا نتفق على انه الخط الموجود في الرسالة في المتن في الإنجليزي حجمه 12، في الرسالة في المتن حجم الخط 12، في العناوين الأساسية المستوى الأول بيكون حجم الخط 14، وفي العناوين الفرعية المستوى الثاني بيكون حجم الخط
13 وبعديها الحجم الخط 12. الآن أنا إلى الخط قبل ما نكمل في جزئية التطبيق اللي هو عن طريق الصور، أنا بدي أفرجيكم الآن نموذج ملف وورد من قالب الرسالة بالعربي. حنحكي مش حنطبق شغلات يعني حتكون واضحة، زي ما هي موجودة حنفرجيكم إياها الأشياء اللي بتحتاج لتطبيق. فإحنا إيش حنفرجيكم كيف حنعملها وطريقة سهلة. الآن عندنا الآن هاي رسالة، نموذج رسالة باللغة العربية. إحنا هنا في واجهة الرسالة حنحكي بشكل سريع شوية لأن الأمور حتكون واضحة نوعا ما. في ترويسة الرسالة بدنا نكون الحجم الخط فيها اللي هو هنا مكتوب بالخط أعتقد، يكون حجم الخط 14 وسمبليفايد أرابيك نوعه. عنوان الرسالة اللي باللغة العربية بيكون حجمه نوعه، طبعا اتفقنا كل إشي عربي، كل إشي عربي بيكون ايش، كل شيء عربي بيكون نوع الخط فيه simplified Arabic، وكل شيء انجليزي بيكون نوع الخط فيه Times New Roman. الان اسم الباحث، اسم الباحث زائد الاشراف، خلينا نركز فيها شويه. اسم الباحث حجم الخط 16 فيها، طبعا الاشراف واسم الدكتور بيكون توسيط، لو كانوا اثنين بهذه الطريقه بيكون على اليمين وعلى اليسار. بعد هيك اللي هو باقي اللي هو الاسطمبه او النموذج هو الرساله بيكون حجمه 14 في نهايه الصفحه، وبعديها لازم نذكر احنا الشهر والسنه الميلادي، وبعديها الشهر والسنه الهجري. طيب الآن نمشي. هاي نموذج من الواجهة، بعد هيك موضوع الإقرار. الإقرار طبعا هذا إحنا بنسهل عليكم، ما بدناش منكم إنه تتغلبوا كثير، انسخوا من هان مباشرة وبس غير حط عنوان رسالتك نفس اللي في الواجهة الأولى فقط، وهنا بتحط اسمك زي ما هو موجود. نتيجة الحكم بس بدي صفحة فاضية لها فقط، عشان احنا بعد التخريج بنحط لك النتيجة من عندنا من الدراسات العليا. الملخص العربي حنحكي عنه سريع سريع، بدنا بس اهم شرط فيه ما يزيدش عن صفحة واحدة. طبعا المحتوى تبعه زي ما قلنا 14 نفسه نفس اي بند في الرسالة. إن في عناوين بنخليها غامق، اذا خط عادي او محتوى بنخليه بدون غامق. عندنا الابستراكت او الملخص الانجليزي زي ما قلنا في الرساله الانجليزيه بيكون حجم الخط 12 ونوعه تايمز نيو رومان. الان صفحه الاقتباس هي حطينا لها الرابط للخط العثماني. انا حاطيك طريقه الان اسهل بكثير كيف تحمل الخط اللي حنتفق عليه كلنا، وخطه جميل جدا ومعتمد اللي هو هذا الخط، هذا الخط ومعتمد وقريب جدا جدا على المصحف. حنطبق انا وياكم على السريع كيف نحمله بطريقه سهله. الاهداء والشكر والتقدير لك الحريه والخيار كما شئت بألا تزيد عن صفحه في كل منهما. بعد هيك الفهرس الالكتروني هذا حنطبقه مع بعض، كيف نعمل فهرس، كيف نعمل مستويات، كيف احنا نعمل فهرس ايات وحديث في النهايه. طبعا في بعض الطلبه في الكليات الشرعيه خصوصا بيحط لي الفهرس في الاخر، وهذا شيء خطا. فهرس المحتويات بيكون في البداية، وفهرس الآيات والأحاديث هو اللي في النهاية. هلقيت بعدين احنا في المتن خلصنا الترقيم اللاتيني أو الرموز. الآن حنرجع أول صفحة طبعا سواء في واجهة الرسالة أو في الفصل الأول بدون رقم بتكون، بعد هيك بنبدأ نرقم ترقيم اللي هو ترقيم 1 2 3. بعد هيك موضوع المراجع، وحنتعلم كيف نعمل مراجع على الوورد، كيف نتعلم على يدوي نعمل يدوي او على الاند نوت في محاضره لاحقه حتتعلموه، لانه احنا مش منزلين الاند نوت حاليا. الفهارس العامه حنحكي بشكل مختصر عنها، كيف اعمل فهرس للايات للاحاديث لكل حاجه الكتروني اقدر احذف ما اغلب فيه بعد هيك لو بدي اغير في الصفحه. الان حنيجي نحكي عن التفاصيل اللي حنبدا فيها ونطبقها احنا وياكم.
هجيت حنبدأ في شغلة أنا مسجل النقاط كلها عشان قدر الإمكان إن شاء الله ما ننسى ولا حاجة ونكون استفدنا من كل شغلة في هذا اللقاء. إحنا الوقت عندنا بيمشي سريع والمواضيع كثيرة، فعشان هيك أنا ححاول بعض الشغلات اللي بلاقيها مفهومة أو يعني ما في داعي نفصل فيها حنوجزها بشكل سهل. هجيت عندنا هذا الملف، نفتح ملف هلقيته سريع جديد عشان نعطيكم طريقة سهلة لكيف أنا أعمل فهرس إلكتروني بأسهل طريقة ممكنة. أول حاجة باجي بكتب العناوين، نيجي نفترض هذا اسمه الفصل الأول، وهنا في الفصل الأول اسمه مثلا الإطار العام للدراسة. مش واضح السكرين، شير ذا سكرين. هيك واضح؟ تمام يا تمام. صحيح. تمام. الآن حنيجي على الجزئية الثانية أو اللي هو العنوان الفرعي، لأنه هذا الفصل الأول اتفقنا عنوان رئيسي بعنوانه. هيك عندنا المبحث الأول ونقول عنوانه مثلا العلوم الحياتية، أي شغلة مش حنختلف. وهنا عندنا المبحث الأول نقول فيه تفاصيل، المطلب الأول اللي هو مثلا بيحكي عن علم الحياة مثلا. بعد هيك المبحث الثاني اللي هو العلوم الإنسانية مثلا، وهنا مطلب الأول بحث عن علم الإنسان مثلا، والمطلب الثاني بيحكي عن تفاصيل أخرى مثلا. مناش نكثر كثير، منا نفهم الآن الفكرة، بعد هيك لو لقينا الأمور مش واضحة حنعمق شوي. هيجد في شغلة مهمة جدا جدا جدا، بعض الطلاب بيجي لما يعمل الفصل الأول هذا نعمله عنوان واحد، حنتفق على انه العنوان الواحد هذه اللي هو في الستايلات الموجوده عندي، في ستايل اسمه عنوان واحد، يعني عنوان اساسي، عنوان رئيسي. طلع عندي خط ازرق وخط كبير وما هو حاجه من اللي بدنا اياها. بروح انا في طريقتين، منها ممكن اغير سمبليفايد ارابيك وحجمه 16 وهكذا، الافضل من الستايل نفسه، انا الستايل هذا بدي اياه بشكل دائم يكون للعنوان الرئيسي. بروح على الزر اليمين وبعمل تعديل، كمان مره على الزر اليمين عليه وبضغط على تعديل. بعدل في التفاصيل تاعته، لقيت حطيت لي الخط تايمز نيو رومان، انا بديش اياه تايمز نيو رومان، بدي اياه سيمبليفايد عربي، حجمه 16 اتفقنا، بدي اياه غامق يكون، بديش الخط ازرق، بدي اياه اسود، بدي في تنسيق الفقره بدي يكون تباعد الاسطر اتفقنا 6 و6، وهنا تباعد الاسطر مفرد، هذه اتفقنا عليها الان، قلنا مفرد 6 نقاط قبل و6 نقاط بعد. المحاذاه تاعت كل الرساله بدنا اياها مضبوطه، بدناش اياها على اليمين، عشان يكون كل نهايات الاسطر بنفس الطريقه. هيجي الفصل الاول هو الوحيد هذا بده يكون توسيط صح؟ يكون في نص الصفحه قلنا تو اتفقنا، وبنقول له موافق وبنقول له تحديث تلقائي. هذا تحديث تلقائي، بدل ما انا كل ما اعدل شغله احدثها لحاله بحدث في هذا المستند، ممكن اقول له في كل المستندات، لا انا بدي بس في المستند تبعي، وبقول له موافق، راح حدث لي اياه وعمل لي اياه في نص الصفحه وحجمه 16 وسمي فايل وغامق وهكذا. الشغله الثانيه المبحث الاول باجي على السريع على عنوان 2 بضغط عليه، بديش هذه التفاصيل بسرعه حعملها عشان نكسب الوقت. سمبليفايد ارابيك قلنا حجم الخط 15، في الرئيس قلنا قديش 16، هل لقيناش 15 مكتوب الكتابه 15، وبدنا اياه غامق وبدنا اياه يكون لونه اسود وبدنا اياه تحديث تلقائي وبدنا اياه في الفقره يكون 6 قبل و6 بعد، ويكون برضه خلينا نقول توسيط، وهي موافقة. طبعا هذا بيختلف، هجيت انا اللي بشتغل ولادي الجزئيه في التوسيط للكليات الاصول الدين والشريعه والكليات الانسانيه، الكليات العلميه بيكون محاذاه لليمين، حنطبق كمان شويه على السريع عليه. الان هيا طبقناه بحجم 15، بس ما جاش 15، نرجع تعديل كمان مره ونكتب 15 وبنقول له هاي صار 15. هيجي بدل ما كل مره ارجع انا واروح اعدل واعدل، هيجي خلاص هذا، او عفوا خلينا نعمل المطلب في الاول عنوان 3 ونعدل عليه على السريع، هاي تعديل، وهنا الخط اسود وغامق وحجمه 14 قلنا المستوى الثالث، ونوعه سمبليفايد ونعمل له تحديث تلقائي، والفقره نعمل له على توسيط، وهنا مفرد، وهذه 6 نقاط قبل و6 نقاط بعد، وبنقول له موافق. هيجي عندنا صار ثلاث مستويات، هذا المبحث الثاني نفس المبحث الاول، بروحش ارجع اعدل، باجي على هذه
وبلغم ضغطه واحده على الفرشاه، هذه يعني اسمها نسخ التنسيق، وبعلم عليهم هيك لحاله يصير ايش نفس المفهوم. طيب انا بدي انسخ التنسيق لاكثر من مره، بديش اضل اضغط. هذا المطلب الاول عندي، مطلب اول ومطلب ثاني. باجي بكل بساطه بضغط ضغطتين عليها الفرشايه، بضل حافظ عندي التنسيق. باجي بعلم المطلب الاول، لسه ضايل معلم، هي الفرشايه ضايله، بعلم المطلب الثاني، لو عندي ثالث ورابع وهكذا. هيك صار عندنا مستويات. هيك لو جينا نعمل فهرس، انا بدي اياكم تشوفوا شغله ونتعلم كيف نحلها، لانه كثير كثير طلاب بتواجهكم. هيك نيجي نحط فهرس، نفترض في الصفحه السابقه للصفحه هذه، هي دول في الصفحه هذه، ونقسمهم في صفحات عشان يطلع معنا اكثر من صفحه. هيك صاروا محطين في اكثر من صفحه. لو اجيت انا هنا بكل بساطه على اللي هو مراجع، على مراجع، ركزوا معايا لانه الطريقه سهله بس بلا تركيز. بنروح على مراجع بعدين جدول محتويات، مراجع بعدين جدول محتويات. ابسط طريقه بختار اي شكل بدي اياه من هذول الاشكال، وليكن اول شكل وبحطه. خلصنا هذا، بس بدنا نجيبه على صفحه جديده هيك. هجيت هذا نقلته على صفحه جديده، الصفحه رقم 2. هجيت هنا لسه ضايل عندي ايش؟ لو جيت بالزر اليمين وعملت تحديث وقلت له حدث لي الارقام حيحدثهم. هجيت في عندنا ملاحظه هلا لاحظناها، الفصل الاول واسمه كل واحد جايين في سطر. طب انا كيف بدي اخليهم هنا اليوم ضلوا في سطرين؟ هيك القالب بقول لي، بس في الفهرس مش صح. انا يكون عندي الفصل الاول في سطر واسمه في سطر، اللي هم نفس المحتوى اصلا. انا باجي بكل بساطه بعمل حاجه هنا اسمها، يعني لو رجعنا هنا حطيناهم على نفس السطر وضغطت على شيفت مع انتر كمان مره، مش انتر لحاله، شيفت مع انتر، عشان اتاكد انه ظبطت معايا قبل ما اعمل تحديث. لو اظهرت عندي علامات الفقره اللي هان، لو اظهرنا علامات الفقره حنلاقي اختلف. هجيت اطلع على هذا الشكل، هذا الشكل ركزوا فيه كيف شكله، واللي وراه اللي احنا لسه مش عاملينه كل واحد ماخذ فقره لحاله، لكن هذا جاب لنا انه اشاره انه هذا مربوط في اللي وراه، وما دول الاثنين عباره عن فقره واحده. عشان نتاكد بس نلغي هذه العلامه، لو رحنا على الفهرس وعملنا تحديث الان للفهرس كله، تحديث الجدول كله، صار عند الفصل الاول القرار العام للدراسه، ارجع على سطر واحد بالطريقه زي ما احنا بدنا. طيب شغله ثانيه برضه هنت، يعني هي طريقه نقول تحايليه نوعا ما، بدي انا في الفهرس يطلع نقطتين فوق بعض، بس بديش هي تطلع في المحتوى. بكل بساطه اسهل طريقه بعمل نقطتين فوق بعض وبعلمهم وبخلي لونهم يكون ابيض. هيك بكون في المتن ما ظهروش، لو جيت انا حدثتها حنلاقيه ظهر. هذه يعني خلينا نقول طريقه، الطريقة الثانية طبعا مش الأولى، طريقة تحايلية سريعة، بدناش نتغلب كثير. الطرق الثانية نعمل نطبق على باقي الأشياء على سريع عشان ايش؟ بس تتضح الرؤية. حنطبق على الثلاث أشياء اللي في الصفحة هذه، بنرجعها على نفس السطر، حنضغط شيفت وانتر، بنرجع هان بنحط مرتين فوق بعض وبنعلم المرتين فوق بعض وبنحطهم لون أبيض. اللي وراء على السريع بنرجع على السطر اللي قبله شيفت وانتر وبنحط مرتين فوق بعض وبنحطهم باللون الابيض. والاخر شغله هنا عشان ما ناخذش وقت فيها، بنضغط عفوا شيفت وانتر وبنضغط نقطتين فوق بعض وبنعلمها ابيض. لكن لو رجعنا حدثنا الفهرس حنلاقي ايش؟ الامور صارت افضل بكثير من ما هو عندنا، التفاصيل ظاهره بشكل كثير وبطريقه خاطئه. حدث الجدول كله حنلاقيهم ظهروا بطريقه صحيحه. اتفقنا على هذه الجزئيه، طريقه ان شاء الله تكون سهله فيش فيها صعوبة. فكرة الفهارس الإلكترونية لضبطها يجب أنه أضبط العناوين بشكل صحيح. هذا الفصل الأول اختار عنوان واحد أضبط شكله بشكل صحيح، وين في عندي عنوان واحد فصل ثاني فصل ثالث وهكذا أخذ على نفس التنسيق هذا، العنوان اثنين العنوان ثلاثة وهكذا. طيب هاي خلصنا من الفهرس الإلكتروني نوعا ما. طيب أكيد في شغلة ثانية مهمة جدا، لو أنا إجيت هان في المتن، خلينا نرجع على المتن وجيت على نهاية المتن هان هيك، وهي صفحة جديدة كمان، وهان عملنا جدول، الجدول عشان نتعلم بعض الشغلات عنه، زائد نتعلم كيف نعمل اللي هو فهرس الجداول بطريقة صحيحة، وكيف نكتب أصلا اسم الجدول بطريقة صحيحة.
هذا انا متعمد ازغر هيك شويه في خاناته. نعمل كمان واحد، كمان جدول ثاني، وهي البسط، وهذا خلينا نكبر خاناته كثير بحيث انه يطلع عن الاطار الموجود. طيب هيك نيجي على الجدول الاول، هذا الشكل الجدول وهذا الشكل الجدول الاثنين مش صحيح. يعني احنا في رساله في الرسائل العلميه بنجبر الطالب او بنقول له الافضل انك انت تعمل لي كل جداولك بنفس الشكل ونفس الابعاد تبعتها. يعني بدناش جدول يكون كبير وجدول يكون صغير وجدول يكون اكبر من الاطار وجدول يكون ماخذ مساحه صغيره. فاول خطوه بس قبل خلينا نسمي هذول الجدولين على السريع. الجدول الجداول فيه ملاحظه مهمه جدا جدا في ترقيم الجداول، لازم نرقم حسب رقم الفصل ثم رقم الجدول. هيجيت انا حكتبه يدوي، وكمان شويه بعد ما نرقم الفصول والمباحث هنعرف كيف نرقمه تلقائي لحاله يحدث ارقام الجداول وارقام الفصول. خلينا نقول هذا الجدول في الفصل الثاني ورقمه واحد، يعني جدول 2-1 واسمه مثلا اللي هو دورة الوورد مثلا. نيجي على الجدول الثاني ونسميه مثلا اسم جدول، اكيد احنا في الفصل الثاني ما زلنا، بنقول 2-2 وبنسميه مثلا اللي هو تفاصيل اللقاء مثلا. هيجيت الجدول الاول كشكل مش مظبوط. اول حاجه بدنا نيجي نعلم الجدول، اول حاجه بنعلم الجدول. ابسط طريقه لتعليم الجدول بدل ما نعلم هيك، هذا ممكن نقدر نعلمه بس هذا حنلاقي فيه اشياء خارج النص، فاحنا ممكن نعلمه اما على الزائد، اتغلبنا في الزائد مثلا، هذا مش شايف الزائد وين انا بعيده، بروح بكل سهوله على تخطيط، بروح على تخطيط في عندي تحديد، بدك تحدد خليه عمود صف جدول، هاي الجدول علمني الجدول بأبسط طريقة. نرجع على الجدول الأول، بدنا نتعلم أكثر من شغلة هان مهمة. الشغلة الأولى منا نروح على الشريط الرئيسي في الوورد وناخذ خيارات الفقرة منها. بدي هان تباعد الأسطر في الجدول يكون صفر وصفر، بديش ستة ولا شيء، صفر وصفر، ويكون مفرد، أنا الآن بحكي عن الجزء العربي من الرسائل، ويكون المحتوى مش مهم حسب البيانات، يمين أو توسيط أو يسار. فهنا نفترض إنه يمين وهي صفر صفر وكويسة الأمور والمواقف. الشغلة الثانية بزر اليمين، هذه نقطة مهمة جدا جدا، ركزوا فيها لأنه حتعمل معنا نقلة في الشغل. احتواء تلقائي فيه ثلاث خيارات، احنا اللي بيهمنا لقيت نوعا ما الخيار الثاني اللي هو احتواء تلقائي ضمن النافذة، يعني حسب مساحة النص، يعني حسب بداية الكلام لنهايته، فبنضغط عليها بكبر لي الجدول على حسب بداية الكلام من هان بيبدأ ونهاية الكلام في الوورد. يعني لو احنا هان كتبنا فقرة، هان رجعنا كتبنا أي حاجة هيك سريع مثلا، لو طلعنا هان بعد ما نعملها ضبط هيك، هاي بداية الكلام من هان، أنا في بس المسافة، وهي نهاية الكلام من هان، فخليك الجدول أجى على قد الكلام بالضبط. طيب هذا بس نشيلها بلاش. طيب الشغلة الثانية، الجدول هذا قلنا مش عارفين نحدده، بنروح على تخطيط، على تخطيط وبنختار تحديد وجدول. فبنيجي نتعلم الجدول بالزر اليمين، قلنا بنعمل احتواء تلقائي ضمن النافذه، هي زر على قد النافذه. طب انا عندي جداول خانات صغيره وفي خانات كبيره والجدول عندي متساوي كله قد بعض، بضغط بالزر اليمين بقول له قسم لي الاعمده بشكل متساوي كلها قد بعض، يعني هذا قد هذا قد هذا قد هذا، كله يكون على نفس المسافه. هاي قسم لي صار هيك شكله افضل بكثير مما كان في الاول. طيب هيك تنسيق الجدول بدنا نيجي نعلمه ونختار من هالشكل، وليكن مثلا عنوان اربعه، احنا خلصنا 1 2 3 ناخذ 4 لقيناه مائل وهكذا، بنروح بكل بساطه بنغير في تفاصيله بالزر اليمين على السريع تعديل. هذا نوع الخط سمبليفايد ارابيك، حجم الخط 12 وغامق وبدناش اياه يكون مائل ولونه اسود، وعلى تنسيق الفقره بدنا يكون 6 قبل اسم الجدول، قلنا في محتوى الجدول بيكون 0 0، ومنها يا توسيط، اسم الجدول بيكون توسيط واعلى الجدول، واسم الشكل توسيط واسفل الجدول. هيو عندنا بهذه الطريقه، بدل ما نعيدها بنعمل نسخ تنسيق وبنحطه للثاني هيك، هيو اجى نفسه بالظبط. هيجيت نيجي نعمل فهرس جداول بشكل سريع. لو انا اجيت رجعت على خانه الصفحه الاولى اللي قلت فيها الفهرس، هي عندي الفهرس ماجي في نهايته وبفتح صفحه جديده وبكتب هذا فهرس الجداول. الان عندنا فهرس الجداول، بدنا نيجي نعمل فهرس بطريقه سهله وبسيطه وما نتغلب فيها، بنعمل على مراجع جدول المحتويات زي ما عملنا هنا. ما اختارش جدول المحتويات تلقائي، ليش؟ لانه هذا مستوى غير عن المستويات الاساسيه،
مستوى رابع جديد، فبقول له جدول محتويات مخصص، بتخصصه حسب الشرط اللي انا بدي اياه، وبختار من هان خيارات. بعد ما اختار خيارات حلاقي عندي حسب ما كان قبل عامل لي المستوى الاول واحد، المستوى الثاني اثنين ثلاثه، معنى واحد واثنين وثلاثه الموجوده هان، يعني هذا عنوان اساسي، هذا عنوان فرعي، هذا عنوان مستوى ثاني. وهذا في الفهرس حقيقة حبين لكم ايش معنى هذا الكلام. حقيقة بنروح على العنوان اربعه اللي هو تاع الجداول بنحط رقم واحد، ليش؟ لان انا عندي بس مستوى واحد في الجداول اللي هو المستوى الاساسي. فبعمل موافق وبقول له ايش؟ موافق. حقيقة هذه رسالة مهمة جدا جدا انه ما تعملش هالنعم، ليش؟ لو عملت نعم حيحذف جدول المحتويات الموجود ويحط لي بداله جدول الجداول، لا احنا بدنا يضل الجدول هناك زي ما هو ونضيف واحد جديد، فبقول له لا ما تستبدليش، هل تريد استبدال؟ لا ما تستبدلش، هي جاب لي اياه واحد جديد. لقيتها انا نرجع للي قبلها، انا عندي المستويات هي بينتها من الفصل الاول، هي من بدايه السطر جاي، المبحث الاول هي متفرع منه داخل لجوه شويه الكلام، المطلب متفرع من المبحث وهكذا. عندنا مستويات بصير عندنا الجدول. الشغله الثالثه موضوع فهرس الاشكال بالضبط نفس فهرس الجداول، حنسرع شويه فيه. هاي نيجي من هنا ناخذ تنسيق هذا العنوان مباشره بدل ما نعيده وبنحطه هنا وبنكتب فهرس الاشكال بدل ما نعمله ونرجع نعيد. هاي وجاني عنوان واحد، انا هذا عنوان اساسي تبع فهرس الاشكال. لقيتها بنيجي على مراجع، او عفوا قبل مراجع خلينا نضيف شكل، احنا مش ضايفين. نيجي هذه الصفحه مثلا ونضيف اي شكل، هاي ادراج، هاي اشكال، هاي مثلا هذا الشكل مثلا اي شكل مش مهم. بنيجي هنا قلنا اسم الشكل بيكون اسفل الشكل، بنضغط توصيف ونكتب هنا شكل مثلا واحد واحد، واسمه مثلا شكل توضيحي للمحاضره مثلا. بنيجي بنعلمه بسرعه، بنختار له من هنا ايش عنوان، هجات اربعه بناخذ من وراه عنوان خمسه. هجات احنا عشان ما نتخربطش ممكن احنا ايش بكل بساطه نيجي هجات عنوان اربعه للجداول، بنضغط بالزر اليمين وبنقول له اعاده تسميه، عيد تسميته واكتب عليه جدول هذا عشان اعرف انه هذا للجداول ما تخربطش. هذا مثلا عنوان ثلاثه للمستوى الثالث وهكذا. حكيت هذا العنوان اللي هو اللي بعديه اللي هو عنوان خمسه حنعيد تسميته برضه ونكتبه ايش؟ اشكال او شكل او وهكذا. وبنقول له موافق. حكيت هذا اجاني على اليمين وهكذا، بدنا نغير في ايش؟ في اعداداته على السريع. حنسمع هنا شويه، هاي اشكال بالزر اليمين على تعديل، حنيجي هنا على سمبليفايد ارابيك، وهي حجم الخط 12، وهي غامق، وهي لونه اسود، وهي هنا بنعمل تحديث تلقائي، وهنا نوع الفقره يكون صفر 6 قبل و6 بعد، ومفرد، وتوسيط، وموافق. هيك صار عندنا الموضوع تمام. حكيت نيجي على السريع نضيفه، بدناش نكتر هنا كثير، حنضيف بس شكل واحد. هاي فهرس الاشكال بكل بساطه زي ما قلنا تو، مراجع جدول محتويات مخصص، بنيجي على خيارات ايش بنلاقي ارقام حنشيلها وبنحط عند جد اللي هو خمسه عنوان خمسه اشكال بنحط رقم واحد وبنقول له موافق. قلنا رقم واحد لانه هو مستوى واحد بس، بنقول له استبدال. ايضا بعد اذنك اسمح لي بدي اقاطعك بس يعطيك العافيه، بس في زملاء لنا موجودين عم بيستنوا يدخلوا على المحاضره، فبعد اذنك في مجال انه حضرتك الهوست تدخلهم، هم سجلوا معنا. هاي تم اعتمادهم كلهم. تمام، شكرا كثير لك. طيب الان خلينا ايش نكمل، احنا دير بالكم هي راح ساعه من المحاضره، الامور ماشيه معنا بسرعه. أنا أحاول قدر الإمكان أنا أعطيكم الجزء الثاني من المحاضرة اللي هو الأشياء أو الملاحظات اللي حتهمكم كثير وحتلاقوها حتفيدكم بشكل أساسي، بس لازم نحكي أساس تنسيق الرسالة عشان أنت بعد هيك ما يجينيش طالب يقول لي أنا مش عارف أعمل فهرس أو مش عارف أقسم فهرس الأشكال عن الجداول أو مش عارف أعمل ترقيم في البداية على حروف بعدين أرقام وهكذا. طيب الآن عندنا الجزء الأول نعتبره من الرسالة من هنا، يعني هذا عندنا نفترض انه الفهرس هذا فهرس المحتويات زائد فهرس الجداول زائد فهرس الاشكال، نفترض انهم هذول هم عباره عن الجزء الاول من الرساله. تمام؟ فاحنا الان حنيجي ايش؟ في حدا عنده ملاحظه شيء؟
رجاء من الجميع ميوت عن اذنكم. ايمن اعمل ميوت اول وينك الله يرضى عليك. تفضل ايمن تفضل. طيب نكمل عشان نكسب الوقت، خلينا بس ايش نمشي بهذه الطريقه. بس يعني اذا حدا حس ان الامور مش واضحه او دخلت كثير على بعض بطريقة معينة إن شاء الله، بس أنا إن شاء الله بحاول قدر الإمكان نبسط الأمور ونوضحها قدر الإمكان. هلقيتها نيجي بس كمان مرة عشان ما تفلت الأمور منا، خلينا نمشي بطريقة مرتبة ورا بعض. يعني إحنا لقيت عملنا الجزء الأول من الرسالة، الواجهة والإهداء والشكر والأمور هذه، قلنا ما فيش خلاف على التفاصيل بس نلتزم بالأساسيات اللي هو صفحة واحدة نوع الخط وهكذا. هلقيت عندنا نقول الفهرس المحتويات وفهرس الأشكال وفهرس الجداول يشمل الجزء الأول من الرسالة اللي حيكون مرقم بترقيم رموز ألف باء تاء فاء. الفصل الأول هذا حيكون من عنده بداية الترقيم. هلقيت نيجي نرقم الرسالة من البداية وكأنها قالب واحد وكأنها جزء واحد. بنيجي على إدراج رقم صفحة، إدراج رقم صفحة، وين الرقم من نياف أسفل الصفحة توصيل، حيجينا الرقم واحد في نص الصفحة. لكن إحنا مش متفقين مع هذا الكلام، إحنا قلنا توا إنه بداية الرسالة بده يكون حروف، فبنضغط بالزمن اليمين على رقم واحد. هنا ضغطت، في عندي حاجة اسمها تنسيق أرقام الصفحة، تمام، بنضغط عليها. حيجينا أشكال كثيرة من الترقيم، عندي واحد اثنين ثلاثة ألف باء تاء وهكذا، فبنختار ألف باء تاء. بيقول لي بدك تتابع الترقيم السابق ولا تبدا شيء جديد؟ هو فيش شيء سابق اصلا، فبدي ابدا شيء جديد، فبقول له موافق. عندي اول صفحه الف. حكيت نفترض انه اول صفحه هي غلاف الرساله، هذه نفترض انها غلاف الرساله. انا اتفقنا غلاف الرساله والجزء الاول كمان من الرساله اللي بيبدا في الفصل الاول مناش عليه رقم. يعني هذا حنيجي بكل بساطه ونقول له هان على اللي هو شريط التنسيق اللي ظاهر عندنا، ونقول له خلينا ناخذ اسمه بالضبط اللي هو تصميم، شريط التصميم، بنقول له ايش صفحه اولى مختلفه. لما نضغط عليها صفحه اولى مختلفه اخفى لي الرقم من اول صفحه، اول صفحه فيش فيها عليها رقم. ثاني صفحه هذه في الجزء الاول من الرساله، خلينا نركز شوي. في الجزء الاول من الرساله بدنا الواجهه بدون رقم، بعد هيك يبدا ترقيم الرموز. هكذا نمشي في الرساله، نمشي لعند الفصل الاول. ها لكن لو لاحظت رقم الفصل الاول ايش؟ كمل الترقيم. لا انا بديش اياه يكمل، بدي اعمل هم شغلتين. الشغله الاولى باجي على بدايه الصفحه، هاي انا اول الصفحه هاي بدايتها. وبروح على حاجه اسمها تخطيط. كويس لو سجلت رؤوس اقلام، يعني في بعض الشغلات لو سجلتوها بيكون شيء منيح. بروح على تخطيط فواصل. بعدين بختار الصفحه الثانيه. يمكن ملاحظته ما صارش هالشيء او ما صارش اختلاف، بس لو نزلت تحت انت حتلاقي فيش رقم هان، وحتلاقي هنا اجاني ايش؟ رقم باء. طيب ايش اللي صار عندي؟ راح قسم لي الملف، هذا عباره عن ملفين صار هذا بيبدا الف باء تاء فاء، وهذا بيبدا برضه الف باء تاء فاء. لكن انا بدي الجزء الثاني اللي هو من هان بادي من هذا الفصل الثاني، هذا وين هو الفصل؟ هي الفصل الثاني منها، الفصل الاول من هان، بدي اياه يبدا لي بارقام. بضغط ضغطتين هان او على الصفحه اللي وراها عشان اشوف الرمز، يعني هاي ضغطتين، ونفس ما عملنا هناك بالزمن اليمين، وبقول له تنسيق ارقام الصفحات، وبقول له اعمل لي 1 2 3 هاي 1 2 3. هلقيت الاحظ هذه اول صفحه فيش عليها رقم، بالعاده هذا اول صفحه بتكون صفحه الغلاف، بيكون الفصل الاول والاطار العام للدراسه في نص الصفحه وحجمهم 30، ركزوا فيها هذه منيح. في صفحة الغلاف تبع كل فصل بيكون حجم الخط 30، بيكون انه في نص الصفحة بالضبط. الآن حنيجي على الصفحة الثانية، حنلاقيها صارت 2 وهكذا 3 و4 وهكذا. طيب احنا جيت مثلا نفترض هذا الجدول في صفحة جديدة هان، تمام، ركزوا معايا في هذه الشغلة، وهذا الجدول لقيته كبير كثير هيك، وانا مش قادر اصغره اكثر من هيك، مليان بيانات، مليان كثير، لدرجه لو صغرته حيصير الكلام فوق بعض، وبدي اعمل بس هذه الصفحه عشان فيها جدول، انا بدي اياها بالعرض، بس كل شيء بعديها وكل شيء قبلها يضل بالطول، يعني بس صفحه واحده، يعني انا نفترض نحط لنا كمان صفحه، صفحتين، يعني هيك صار في صفحتين بعدها،
وفي صفحات كثير قبلها، فكيف انا بدي الصفحه هذه اللي بتبدا بجدول 2-2 تكون بالعرض فقط هي لحالها، واللي قبلها واللي بعدها يكون بالطول. باجي بابسط طريقه، في طرق كثير كثير كثيره، لكن احنا بناخذ ابسط طريقه، بنروح على زر الاعداد الصفحه من هنا، او من تخطيط، او من تخطيط في عندنا اعداد الصفحه او الاتجاه. هجيت من هنا من اعداد الصفحه عشان فيها التفاصيل نضغط عليها. هجيت هم بيجي الاتجاه، عندي اتجاه عمود اللي احنا شغالين عليه وفي اتجاه افقي. هجيت لو انا اخترت افقي وقلت له موافق حيصير كل الملف من اوله لاخره افقي، لا انا بدي من هذه النقطه، يعني من هذه النقطه اللي انا محددها واللي بعديها يكون افقي، بقول له موافق. هذه صارت الصفحه هنا عندها ايش؟ من افقي زي ما بدنا. ولكن الصفحه اللي وراها برضه، هذا لو علمنا الجدول ثواني وعملنا له احتواء ضمن الملف، والصفحه اللي وراها حنلاقيها افقي واللي بعديها افقي، طيب احنا بس بدنا صفحه، فباجي على راس الصفحه اللي بعديها هذه بحط المؤشر فيها، خلينا نزغر الصفحه عشان تبين. هي هذا عندي افقي، اللي قبلها كله عمودي يعني، بس اللي هان واللي بعديها افقي، فانا بدي هذه الصفحه ترجع عمودي، بحط المؤشر في بدايتها ونفس ما عملت اعداد الصفحه برجعها عمودي، بتاكد لازم اعمل من هذه النقطه وبقول له موافق. فصار عندي هذه افقي، اللي قبلها عمودي، وكل اللي بعدها ايش؟ عمودي. هذه شغله برضه ايش؟ مهمه وبتوجهنا فيها. طيب هجيت في شغله ثانيه احنا بنوجهها برضه، موضوع الارقام. الناس بنلاقي الارقام الموجوده سواء في الجداول او في المحتوى او في ارقام الصفحات حتى، بنلاقي الارقام بالهندي مش بالعربي زي ما هو عندي ظاهر. كيف انا بدي الارقام؟ احنا قالب الجامعه بنقول لكل طلاب الجامعه لازم الارقام تكون ارقام عربيه، اللي هو الارقام هذه اللي هي ظاهره عندكم الان، هذه الارقام العربيه، في ارقام هنديه. فانا باجي من اعدادات ملف الوورد نفسه، يعني انا من اعدادات الملف عشان اطبق هذا الشيء على كل الملف، بروح على نركز فيها ملف، بعدين على خيارات، الله بعد خيارات متقدمه، كمان مره ملف خيارات، خيارات متقدمة. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. نعمل ميوت إذا ممكن الجميع يعمل ميوت، الله يجزيكم خير. بنختار من هنا الأرقام، لو سمحتوا بس الصوت يعمل ميوت لو سمحتوا. أيمن اعمل ميوت للجميع، من عند مور اعمل ميوت أول يا أيمن. ما في السماوات والأرض رب العالمين. تمام يا أيمن؟ اعمل من عندك الميوت يا أخ أيمن. يلا يلا لحظة. طيب الان نيجي على كمان مره الارقام، كيف احنا منا نغير ارقام الرساله كلها، كيف نغير ارقام الرساله كلها مره واحده من ارقام هنديه مثلا، لو كانت هاجتنا نحطها احنا على السريع هيك، انا بس بحطها هاجت سريعا هنديه، وطريقه تفصيليه هاجت حنرجع نشوف كيف نحولها عربي. هاي موافق، هاجت هاي الارقام عندي في الرساله صارت هنديه، كيف بدي ارجعها انا عربي؟ بروح على ملف على خيارات، خيارات متقدمة، وبختار من هنا عندي الأرقام. هجيت أنا رحت على ملف خيارات، خيارات متقدمة، بنزل تحت، في عندي هان شاشة اسمها إظهار محتوى المستند، بختار عربية، بتكون هي عندي هندية، بتكون عندي سياق، عندي نظام، مش هتفرق، أنا بغيرها لعربية تمام، وبقول له موافق. هجيت لحاله هل يغير لي كل ارقام الرساله بارقام الصفحات بكل شيء لارقام العربيه اللي احنا بدنا اياها. طيب هجيت نيجي نحكي بجزئيه عشان لها علاقه بالفهرس، كيف انا اعمل فهرس ايات، كيف اعمل فهرس احاديث، كيف اعمل فهرس اعلام بشكل سهل، اطبق ايه او حديث او شغله واحده وبعدين انتم بتطبقوها بتفصيلها. يعني هنيجي مثلا هنا على الموقع، مثلا هنا هي مثلا عندنا موقع فيه آية،
هذه الآية ما احنا اللي بناخذها يا نسخ وبنحطها عندنا في الملف اللي احنا بنشتغل عليه قاعدين. هاي مثلا في الصفحة هذه بعمل له لصق. هجيت قبل ما نبدا نطبق عليها الآية هذه حنطبق عليها المثال وبعد هيك انتم حتعملوا لكل الآيات والأحاديث بنفس الطريقة. قبل ما نبدا نطبق بدنا نعرف شغلة حنخص فيها قبل أصول الدين والشريعة والكليات الإسلامية واللي بيهتم في هذا المجال. حنحكي في ثلاث شغلات. الشغلة الأولى كيف أنا أعمل الأقواس المزهرة بأسهل طريقة بدل ما كل مرة أعمل إدراج رمز أو أروح أجيبه من الخط العثماني، كيف ننزله ونجده بسرعة وأسهل طريقة. الشغلة الثالثة كيف أنا أعمل فهرس الآيات والأحاديث بشكل سهل. أول حاجة بنيجي نشوف الخط منها لو على جوجل كتبت أنت وهي حنكبر هيك هذا الخط شوية عشان لما نرجع نشرح اللي بده يشوفه يشوفه بالتفصيل وبكتبه. إلا بنكتب بس على جوجل هيك بيطلع عنا الموقع تاع الخطوط، بنفتحه وبنحمله من الموقع مباشرة. أنا بقول بدناش ناخذ وقت في التحميل لأنه بياخذ شوية وقت، هو هان حنلاقيه وبنعمل له تحميل مباشرة، بدناش ناخذ وقت فيه. بعد ما نحمله حنيجي على الآية هذه نعلمها ونروح على نوع الخطوط وحنلاقي الخط اللي هو اسمه هيو عثمانيك سكريبت حفص، هيو بعلمه، هيو اجى عندي وبعمله غامق. طبعا الايات والاحاديث بنعملها بخط غامق. طيب اجيت بدايه الكلام، انت كيف تعمل قوس بدل ما تيجي تعمل ادراج ورمز وتروح تدور على القوس وتلاقيه هان او ما تلاقيهوش وتروح على مزيد من الرموز وهذا؟ لا، انا بدعمك طريقه سهله اول مره فقط حتتغلب شويه فيها، بعد هيك مش حتحتاج رموز نهائي. باجي على ادراج ورمز والمزيد من الرموز وبروح على تصحيح تلقائي، ركزوا معايا في هذه الشغلة، تصحيح تلقائي تمام. باجي بقول له بدي نص عادي، هيكون نص منسق اغيرها لنص عادي. هنا انا بدي احط اي شغلة غير مستخدمة إلي، مثلا احنا فيش حدا بكتب مثلا زين 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 مثلا ثلاث زينات، فيش يعني كلمة عربية فيها ثلاث زينات، فبدي احط هذول الثلاث حروف لان غير مستخدمة. وايش بدي استبدله؟ بدي اروح انسخه من هان مثلا بدل ما اتغلب فيه، نيجي ندرجه اول مره هان وهان، هذا باجي بنسخه اللي هو الرمز تبع ايش؟ فتح القوس تمام؟ نسخته هاي كنترول سي نسخ. كمان مره حروح على ادراج ورمز وعلى المزيد من الرموز وعلى تصحيح تلقائي وحغيرها لنص عادي وححط رمز، قلنا اي رمز غير مستخدم في الحروف العربيه. وايش استبدله؟ نعمل له لصق اللي هو مقاطعة ما في ريكورد للمحاضرة يا أختي، مش عامل تابعي تابعي للتشات، احنا وضحنا الكلام هذا. احنا الآن هنعمل استبدال وحنقول له موافق وخلص، فقد صار عندنا الرمز موجود، لو حطينا زين 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 حيظهر مباشرة عندنا. طيب نيجي ناخذ على السريع بس عشان تأكيد المعلومة، هاي اللي هو القوس التسكير اللي بيكون في نهاية الآية، هان حيكون هذا القوس أول مرة ولا مرة واحدة بس حنسخه عشان ما ظنيش كل مرة أروح على إدراج ورمز من هالكلام، وبقول له مزيد من الرموز وبقول له تصحيح تلقائي وبحط مثلا رمز ثاني غير مستخدم مثلا قاف قاف قاف، فيش حدا بكتب ثلاث قافات، وبقول له موافق تمام. فجيت ماشي، هنفترض أنا ما عنديش هذا القوس ولا هذا، بدل ما أروح كل مرة أكتب بروح بس بكل بساطة بكتب مثلا أنا عندي كان مسبقا تفاحة مثلا مسافة لحاله جاب ايش؟ القوس إني القاف قاف اللي انا كنت حاطط من اول، وجيت حنطبق على جديده، هاي قاف قاف لحاله اجى القوس الثاني، لو عملنا قلت اللي عملناها تو زين 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 هي زين زين زين، لسه هذه بس بدها شوية وقت تزبط معانا، قاف قاف هيك حتزبط هي القديمه، والزين زين حتزبط معانا، او عفوا الثالثه كمان قبل حتزبط معانا، هيك بس كمان مره للتاكيد اللي عملناها تو لازم انا ارجع اعيد الوورد وافتحه كمان مره، فانتو اعملها كمان مره حنعيدها للتاكيد، اعملها 100% حتكون ظابطه ان شاء الله. ادراج رمز مزيد من الرموز تصحيح تلقائي بغير هذا حتكون نص منسق، بروح على نص عادي بغيرها، بحط اي حروف غير مستخدمه، ما تحطليش كلمه مثلا على او الى او، هذه كلمات بنستخدمها، هتصير كل ما تكتب على يبدل لك اياها بالدوس، لا بحط رمز عمري في حياتي ما بستخدمه مثلا زين قاف زين مثلا، فيش حد بكتب هذه الشغله وهكذا، بحط اي رمز بدي اياه للتاكيد، لو بتاكد باجي هنا مثلا هاي مثلا ها
هاي مثلا الفافة لما كنت عاملها من اول هاي تبقى وين في فافة حيفتح جوز وهكذا. تمام، قلنا اللي عملناه وبس عشان بدو هذا التشغيل للوورد، فاحنا بس عشان نكسب الوقت منه عشان نعمله. كمان مره ايات عثمانيه لازم يكون خط عثماني، اتفقنا عليه وكيف حننزله. الشغله الثانيه الاقواس، بدل ما كل مره احطها عملت لها اختصار بس ما علي الا احط الرمز هاي هنا سطر جديد، حط ثاثا على طول حيسكر لي قوس، حط قاف قاف على طول فتح لي قوس وهكذا. تمام، الشغله اللي بعد هيك موضوع اللي هو ايش الفهرس كيف اعمله. هكذا اتفقنا على فهرس الايات بكون في نهايه الملف، باجي على نهايه الملف هاي اخر صفحه نفترض في الملف وبنعمل فهرس الكتروني. باجي بكل بساطه بروح على الايه هذه، انا حنطبق على هذه وانت مطبق على الباقي، بعلم الايه. تمام، بس هنيجي نشوف بس ايش اسمها عشان تكون الامور مضبوطه. تمام، هذه اللي هو سوره ال عمران ايه رقم 73. تمام، فبنيجي هنا بنعلم الايه، خليكم مركزين هنا منيح. بنروح على ادراج، بعد ادراج بروح على جاي الرمز عليها، بروح حاجه اسمها اشاره مرجعيه. كمان مره لازم اعلم الايه، او على الاقل بحط المؤشر في بدايه الايه، بس الافضل حددها عشان نعرف البدايه من النهايه. تمام، وبقول له اشاره مرجعيه. هلقيت اشاره مرجعيه فاضي فيش فيه ولا حاجه، انا باجي بقول هذه سوره ايش قلنا عنها توا، آل عمران. هلقيت في ملاحظه حاحكي لكم اياها مهمه، وهي سبب انه ليش مش حتظبط الا لو عملنا شغله آل عمران 73. هلقيت لو جيت اعمل اضافه فيش مش راضي مش مفعل، ليش؟ هذا بقول لك شرطه الوحيد ما يكونش مسافات، فآلي بحط شيفت واندر سكور اللي هي ايش الشخط الناقص لتحت، وبكتب عمران عشان هذه كلمتين، او بكتبها اذا بدك بس هيك افضل، آل عمران كلمه واحده، بس هذه افضل، لا بحط شيفت وناقص وبعدين عمران، بعدين شيفت وناقص آية مثلا رقم 73. هذا بقول له اضافه. هلقيت هنا وين في، لو رجعنا كمان مره على الاشاره هي اضافه، وين في آية آل عمران 73 مباشره بدرجها في الفهرس، حنيجي هنا على الفهرس، هذه الصفحه نقول عنها هي فهرس، فهرس الايات مثلا. باجي هنا بقول له على ادراج كمان مره، وبروح على اسناد ترافق، اول شيء عملنا اشاره مرجعيه عشان نضيف، اسناد ترافق عشان اضيف او احط الشيء اللي انا بدي اضيفه، بس الافضل اعمل لي جدول قبل، جدول اسمه جدول الفهارس، يعني هنا بكتب مثلا اسم السوره، هنا بكتب مثلا ايش؟ الايه، وهنا رقم الايه، ممكن نحط كمان رقم الصفحه. هاي رقم الصفحه. هيجد عندنا اسم الصوره متفق عليه، احنا كتبناه كتاب، هاي آل عمران. الايه هيجد حنجيبها تلقائي من هان من ادراج اسناد ترافقي، وبقول له ضيف لي هذا معطينا عنصر مرقم عنوان مش عارف ايش، انا بدي اشاره مرجعيه ضفناها. وبقول له بدي نص الاشاره، بدي المحتوى تبع الايه، وبقول له ادراج، هي ضاف للايه. طيب بضل لسه فاتح الصفحه بسكرهاش. هيجيت رقم الآية معروف مكتوب كتاب هي 73. طيب رقم الصفحة عشان متغير حيتغير، بروح بقول له حط لي رقم الصفحة. وبقول له إدراج، هي أدرج لي رقم الصفحة تلقائي. طيب هيجيت حنيجي نلاحظ شغلة، لو أنا مثلا هذه كانت في آية الآية في صفحة رقم 5. لو أنا إجيت وعملت لها قص وحطيتها في صفحة مثلا 2 هان. وجيت هنا على الإشارة المرجعية زي ما عملنا في الفهرس. وعملنا لها تحديثها من الزر اليمين وتحديث لحاله حطها بصفحه رقم 3 تلقائي، هيك بحدد حتى الايه نفسها. لو انا عدلت في الكلام اللي كان فيها خطا، كان مثلا بدي جزء من الايه وحذفت او عدلت في المحتوى، تلقائي بتعدل هنا في الفهرس بشكل تلقائي، ما عليك الا تعمل تحديث ولحاله بحدث كل الايات بالتعديلات اللي انت عملتها. طيب خلينا نمشي بشغله مهمه قد حنحكي فيها، اللي هو موضوع كيف نرقم في متن الرساله. في عندنا ترقيم عادي كلكم حتعرفوه 1 2 3 4 للاخر، كيف انا ارقم مستويات مباشره؟ يعني انا بدل ما اني كل مره احط 1 بعدين 1.1 بعدين 1.1 وهكذا، لا لحاله يتعرف على الترقيم هذا الموجود عندي. باجي هان على الملف الجديد اللي احنا عاملينه افضل هنا عشان فيش فيه ارقام. هلقيت عندي هان الفصل الاول، نبدا من البدايه، هاي الفصل الاول
بنيجي بنقول له حط لنا إله، بنيجي على الشريط الأساسي. هذا اللي انتم عارفينه الترقيم العادي 1 2 3 بدناش اياه حاليا. هذا في ترقيم المحتويات جوا، يعني مثلا عندي تعداد نقط وتعداد رقمي وهكذا. انا بدي يعمل لي ترقيم مستويات لحاله، يقول لي اي حاجه عنوان اول اساسي حط لي 1، اي حاجه تفرع منها هذا 1 من 1، هذا 1 من 1 من 1 وهكذا. بس خلونا نبدا هون مجموعه. طيب هجيتها بنيجي بكل بساطة بنعلم هنا، بنحط المؤشر في البداية وبقول له اعمل لي ترقيم مستويات عنوان، هيك شايفها هان، مش الأولى ولا الثانية ولا الثالثة الرابعة الخامسة السادسة. طبعا هذه بتزبط وهذه بتزبط، خلينا احنا متعودين على هذه بطريقة أفضل. هذه بيعمل أرقام وحروف ولاتيني وهكذا، احنا في الجامعة بنعتمد نظام الترقيم المستويات اللي بهذه الطريقة. هاي حطينا هان، هي جاب لي 5 مثلا، هانا مناش إياها 5، خلينا نقول ها هاي إعادة من 1، هجب لي 1 تمام. هجب لو نسخت التنسيق أنا وين في فصل عندي، وين عندي فصل ثاني مثلا، ما فيش فصل ثاني. طب ناخد فصل ثاني على السريع عشان بس تبين عنا الأمور أكثر من فصل. هاي الفصل الأول ننسخه نسخ زي ما هو، نحط مثلا هان، نقول الفصل الثاني بيبدا من هان، وهي كنترول انتر بصفحه جديده. طيب هجيت هذا لحاله، هي جاب لي لحاله تلقائيا، عرف انه هذا عنوان 2 حط 1 1، عرف هذا عنوان 3 حط 1 1 1، هذا راح عرف انه هذا عنوان 2 متفرع من الاساس الاول صار 1 2، لو في مقلب وراه بصير 1 2 1. هجيت هذا 2، لو عندنا تفرع منه حيصير 2 2 1 1 2 1 2 2 1 3 2 1 4 وهكذا. طيب وبهذه الطريقة حتى في فهرس المحتويات كمان حنلاقي الأمور صارت أفضل بكثير. لو رجعنا على الفهرس وعملنا تحديث للفهرس كله للجدول، هاي صار عندي هاي 2 3 4، هاي سيبك من 2 3 4 في البداية، منها هاي 1، هاي تفرع منه، هذا تفرع منه. طبعا عندي لو قلت لي المسافة هذه بعيدة، هاي في عندي علامات الجدولة، هذا حنحكيها الآن بشوية تفصيل انه كيف انا اتحكم فيها وايش فوائدها. يعني في كثير ناس مش عارفين ليش علامات الجدولة اصلا تستخدم. طيب وهذا ممكن انا ايش اصغر واكبر فيها زي ما بدي. طبعا لو صغرت واحدة، يعني صغرت المطلب هذا تلقائي حيصغر كل المطالب المشابهة له. طيب هجيت نمشي على الجزئيه اللي بعديها، مش حنسرع احنا شويه، موضوع اللي هو طريقه التوثيق. طريقه التوثيق حسرع فيها شوي لانه في محاضره كامله يمكن اكون بدل برضه بيعرف مع الدكتوره سهير عمار عن التوثيق والاندوت والامور هذه. انا اعطيكم طريقه سهله جدا وبسيطه بابسط ما يكون كيف انا اعمل توثيق من الوورد نفسه من غير ما احتاج اي برامج. اللي يجي مثلا على اي مكان في الرسالة مثلا، بنيجي هان بنروح على حاجة اسمها مراجع، ومن مراجع باجي هان في حاجة اسمها ايش؟ إدراج اقتباس أو إدارة مصادر أو أنا بدي أختار إدارة مصادر. ليش؟ لأن لو بدي أضيف مصدر جديد مثلا، باجي بقول له أنا مثلا بدي والله مصدر جديد من هان، وبكتب بياناته. هان أنت بدك تكتب بالتفصيل، يعني مثلا بدك تحدد ايش نوعه، كتاب. هجيت هان الكتاب بدي احرر مين المؤلفين، اسمه واسم العائله واسم الاب وهكذا، بحرر محتوياته وبعدين بكتب كل تفاصيله وبقول له موافق. في عندنا هان مثال لاكثر من شغله، ناخذ اي واحد مثلا هذا هيك ونقول له اغلاق، تلقائي بجيبه هان وبضيفه على قائمه المراجع في نهايه البحث بشكل تلقائي. طيب هان لو جينا قلنا ادراج اقتباس خلص تمام، خلينا هان نمشي عنها قصة الاقتباسات. خلينا نبدأ في الجزئية الثانية من المحاضرة اللي أنا أتوقع حتهمكم أكثر من الجزء الأول. بس خلينا نشوف الأستاذ بلال. نكمل الآن في جزئية مهمة، موضوع الحواشي وكيف عمل الحواشي، كيف الحاشي اعملها مرتفع، كيف اعملها منخفض، كيف اعملها بقواس مره واحده بدل ما انا اتغلب واقعد كثير ناس بيقعد يعمل قوس قوس لكل واحده، كيف اشيل القواس مره واحده، كيف احذف الحواشي مره واحده وهكذا. نيجي انا مثلا على مثال، خلينا نفتح انا بس اي مستند لاي حد.
على السريع عشان تكون الأمور أوضح. نيجي مثلا على هذا المجلد، نيجي على أي رسالة ولتكن هذا الرسالة، تمام، هاي رسالة مثلا. طيب مثلا بس ما تفتح تمام، هاي فتحت عندنا الرسالة. طبعا هذا الرسالة ملتزمة في القالب، تمام. تمام انت مش معانا. ما يتوقع انا، تمام. يلا ادخل اتوقع. طيب بس حنستأذنكم بس من الصلاة، أخونا بلال حيكون معنا الآن. أيمن سامعني؟ أيوه معك. إذا بتسمحوا لنا نطلع بس بريك خمس دقائق يعني، بس بلال لو سمحت. أنا راح أكون موجود مع الجميع، راح أعرض بعض الأمور إن شاء الله الخاصة بالبرنامج التدريبي. تفضل. بس هيك لو ملاحظة منهم هيك كيف الأمور، بس يعني في صوت صورة كمان يعني؟ لا الصوت والصورة واضحة، أنا مع الجميع على الشات. الصوت والصورة واضحة 100%. تمام. طيب أنا خليني أستأذن أصلي وخذ راحتك خمس دقائق معهم. بدي يقدر الجميع، مين حابب يتموا معنا أهلا وسهلا، اللي حابين هنزلكم خمس دقائق إن شاء الله ونرجع إن شاء الله بالعالمين. طبعا بنرحب فيكم مرة تانية. الآن البرنامج التدريبي زي ما هو واضح لدى الجميع، البرنامج إن شاء الله رب العالمين اليوم انطلق. رح يكون في محاضرة ثانية يوم الأربعاء بنفس التوقيت. المحاضرة راح تتكلم على برمجية تيرنتين، برمجية الكشف التشابهات المعتمدة في عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية. راح أكون معكم إن شاء الله خلال المحاضرة، راح أتحدث عن آلية تطبيق البرمجية في الجامعة وآلية والنظام المعتمد في الجامعة الإسلامية فيما يتعلق ببرمجية الكشف التشابهات تيرنتين. في محاضرة لاحقة راح يكون معنا طبعا الدكتور، انا بشوف راح يكون معنا، ممكن ما يتكلم بالترتيب، راح يكون معنا بعتقد الدكتور سفيان تايا، استاذ دكتور سفيان تايا، استاذ دكتور في الفيزياء، راح يتكلم عن البارافريزنج. والصراحة موضوع إعادة الصياغة من الموضوعات المهمة جدا للطلبة، وهي فيها تشابك بينها وبين موضوع التيرنتين، موضوع كشف التشابهات، لأنه باختصار كشف التشابهات بيلزموا أنه يكون في عندنا مهارة في إعادة الصياغة، وبالتالي أيضاً موضوع البارافريزنج وإعادة الصياغة من الموضوعات اللي راح تكون جداً مفيدة للطلبة، وهي الأمانة من الموضوعات الجديدة في البرنامج التدريبي، ما كانت موجودة معنا المرة الماضية والطلبة كتير كانوا مهتمين فيها، فإحنا برضو أضفناها للجدول التدريبي المرة في الحالي. في محاضرات تانية راح يكون معنا الدكتور مجدي عقل. الدكتور مجدي راح يتحدث عن بناء مقترح البحث، بمعنى مقترح رسالة الماجستير. لما بانس انك بدك تروح تخلص وتروح تعتمد رسالة ماجستير او موضوع، كيف انت تشتغل على مقترح وكيف ترتب امورك وكيف تختار الموضوع. في حوار مع الدكتور كتير ركزنا معاه على آلية اختيار الموضوع، لانه جدا مهم اختيار الموضوع البحثي اللي بدك تتناوله في دراستك، فهذا الموضوع برضه من الموضوعات اللي راح تكون مميزة خلال البرنامج التدريبي ان شاء الله رب العالمين، او خلال محاضرة الدكتور مجدي عقل استاذ مشارك في كلية التربية في الجامعة الإسلامية. في محاضرات اخرى راح يكون معنا طبعا في موضوعات لها علاقة في التوثيق، راح يكون معنا في التوثيق ضمن مندلي راح يكون معنا الدكتورة سهير عمار، راح تتحدث عن التوثيق عن طريق الإند نوت.
وفي موضوع جديد التوثيق عن طريق المندلي ايضا من خلال الاستاذ الدكتور عمار ابو هدروس نائب عميد البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعه الاسلاميه. طبعا تدريب قدرات في مجال البحث العلمي ما ممكن انه نروح باتجاه غير ما يكون كومبوننت رئيسي موضوع مناهج البحث العلمي. طبعا الاستاذه الدكتوره سناء ابو دقه كليه التربيه والدكتور خميس الاسي من كليه الطب في الجامعه الاسلاميه راح يتحدثوا في عنوان محاضره مناهج واساليب البحث العلمي المعاصره. وبأتوقع حضراتكم بتعرفوا اكثر مني الدكتوره سناء والدكتور خميس وراح يكون جدا موضوع ان شاء الله شيق ومميز. بنتمنى لكم التوفيق في هذا اللقاء جدا مميز. من دولة الإمارات راح يكون معنا الأستاذ دكتور سمير صافي، أستاذ دكتور في الإحصاء في الجامعة الإسلامية كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، راح يكون معنا في محاضرة بعنوان البوصلة في التحليل الإحصائي بين قراءة النتائج والأخطاء الشائعة. موضوعات أخرى راح تتناول التحليل النوعي مع الدكتور وائل الداية الكواليتيتيف أناليسيز، مع الدكتور راوية والدكتور معتز استخدام منصات البحث العلمي. راح اجي ان شاء الله هيك في محاضره انا راح القيها في السكوباس والويب اوف ساينس، قواعد النشر الدوليه، مهارات تصفح الاوراق العلميه مع الدكتور سامي شعت، وكذلك مع الدكتور بسام تايا مهارات الكتابه الاكاديميه ونشر الابحاث، واخيرا مع الدكتور رفعت العرعير how to present your research effectively، كيف انت يكون عندك the presentation skills في الديفنس للماستر تيسيز او للبي اتش دي ديزرتيشن مع الدكتور رفعت العرعير. مجددا مع الاستاذ ايمن. ايمن المايك معك، تفضل. يسلم يا استاذ بنا، يعطيك العافيه. طيب نرحب فيكم مجددا، الامور واضحه الصوت تمام؟ تمام تفضل. طيب احنا بس عشان العلم بالشيء الساعة الآن 7:30، فبدنا نحاول ان شاء الله قدر الامكان زي ما قلنا نحصل اكثر قدر من المعلومات، نحاول ناخذ اكثر جزئيات من التفاصيل نستفيد منها في اعداد الرسالة. نيجي على الرسالة اللي موجودة عندنا هذه، بس ناخذ منها صفحة هيك تست نعمل عليها كيف الحواشي ونغير عليها ونشوف كيف الأمور عنده. الآن نيجي هيجت عنا احنا كيف ممكن نضيف حاشية مثل هذه الفقرة، من نضيف في نهايتها حاشية، نروح على مراجع وإدراج حاشية سفلية بكل بساطة. خلينا احنا شير ذا سكرين مستر أيمن. كيف؟ الشاشة، الشاشة أخ أيمن زميلة مشاركة. تمام. هيك تمام الأمور؟ تمام. الآن نرجع كمان مرة إذا كان في مشكلة في الشاشة، قلنا هذه الفقرة نفترض ما فيش لها حاشية وإحنا محتاجين نضيف لها حاشية. في طريقتين، طريقة الرسمية أو الاعتيادية، باجي على المراجع وأقول له إدراج حاشية سفلية، بيجيني حاشية. طبعا الحاشية بتيجي بشكل افتراضي من غير أقواس، بتيجي بخط صغير كثير، بتيجي بتفاصيل غير واضحة. أنا ممكن أعمل إعادة تنسيق إلى أنا معني أدرجها بالطريقة العادية، وبعد هيك حاعطيك طريقة إنه بس لأول مرة تدرجها وبعدها تنسخ وتلصق وخلص بدل ما تضلك تعيد، أو أنت تدرج الحواشي كلها بهذه الطريقة ومرة واحدة أنا أنسقه ومرة واحدة أحط له أقواس ومرة واحدة أعدل عليهم. طيب أجيت ندرج كمان واحدة بس عشان تكون الأمور عندنا أوضح على حاشيتين. هاي إدراج كمان حاشية، صار عندي حاشية رقم 3 و4 جداد طبعا فاضيين تحت. نيجي نكتبهم أي حاجة، مثلا هاي العسكري، مثلا محمد، ونحط سنة مثلا 1980 وهكذا، نكتب محتوى ونحط. هلقيت الحاشية اللي بعديها مثلا الجاحظ مثلا زي اللي وراها، وهي 1960. طبعا طريقة التوثيق حنحكيها، وجزء التوثيق اللي حنحكي عنها كمان شوية. هاي البيان مثلا، وباقي البيانات بنكتبها.
طيب اجيت لقينا الخط صغير كتير ومش زي ما احنا بدنا، لقينا الرقم هنا طالع والكلام على خط المستوى، لقينا هنا من غير اقواس، كيف نعدل هذه الشغلات باسهل طريقه ممكنه؟ ناخذ هذه بس عن اذن هيك في ملف لحال عشان نعطيك هيك طريقه سهله وما تتغلبوش فيها. لقيت هان عندنا الحاشيتين اللي ضفناهم الان اللي هم رقم واحد واثنين، منهم اعاده تنسيق. حاشيه رقم ثلاثه جاهزه. هيجيت الفكرة انه انا بدي الاحظ شغلة يعني اكون منتبه لشغلة، لما بدي اشتغل على حواشي من غير اقواس لازم اخليهم كلهم بدون اقواس، ومرة واحدة بضغطة زر واحدة احط لهم اقواس. لكن لو انا جيت احط لجزءهم اقواس والجزء الثاني بدون اقواس ورجعت اشتغل على طريقة سهلة حتغلب شوية، فعشان هيك الافضل انه مرة واحدة اجي احط لهم اقواس. يعني هذه رقم ثلاثه حتصير فيها مشكله الان على الطريقه اللي نحكيها، هذول حيوزوا بقوسين زي ما بدنا، ولكن ثلاثه حتواجهنا مشكله. ركزوا معايا كيف انا عندي رساله من الالف الى الياء كلها فيها حواشي بهذا الشكل اللي هو بدناش اياه، فيش فيها اقواس، بدنا يصير لها اقواس بضغطه زر واحده. بضغط على استبدال، كيف الاستبدال؟ بجيبه كنترول واتش، كمان مره كنترول زر الكنترول مع حرف الاتش اللي في الكيبورد اللي هو حرف الالف اللي عليه همزه اللي هو في نص الكيبورد تقريبا. بضلني ضاغط على الكنترول مع الاتش بيجيني ايش؟ استبدال. بضغط بعد هيك في الشريط الاول بيجيني شريطين، شريط ايش اللي انا ببحث عنه واللي بدي استبدله، وشريط ايش الشيء اللي بدي اياه يصير عليه. اول حاجه باجي بحول المؤشر الانجليزي، كيف بحوله؟ الت وشيفت على اليمين او من اسفل الشاشه هان عربي او انجليزي اللي بيريحك. المهم المؤشر يكون انجليزي. هيجينا نركز في حنحكيه مش طلاسم، حيكون هذا رمز حنستخدمه ويسهل علينا الطريقه. شيفت مع سته، يا ريت تكتبوا عندكم. هيجينا في عندنا في الكيبورد فوق فوق الحروف ارقام 1 2 3 4 5 6، مش اللي على اليمين، اللي فوق اللي فوق الحروف. بضغط شيفت مع السته اجاني علامه الاس، هذه الثمانيه الصغيره. بعديها بحط رمز الاف، حرف الاف. كمان مره حطيت شيفت وستة جاني الأس على حرف الأف. معنى هذا الكلام اللي احنا مش فاهمينه حاليا معناه حاشية، هذه معناها انه استبدل لي الحاشية او الرقم هذا المرجع، حول لي اياه ل لايش بدنا نحوله؟ لأقواس. فباجي بفتح قوسين وجوا القوسين بدي احط علامة الأس اللي شيفت وستة هذه اللي احنا حطيناها، وشيفت واند اللي جنبها سبعة، شيفت وسبعة. أكيد كمان مرة ركزوا في الشريط الثاني اللي تحت اللي فوق خلصناه. شفتوا ستة الشاشة حرف. الشاشة ما بتعرض، الشاشة ما فيها تفاعل. هيك بيانات؟ تمام تمام. نرجع من البداية كمان مرة بينكو أمن. هلقيتها حنيجي. كمان مرة أجاني، كيف بدنا نجيب هذه الشاشة؟ ضغط على كنترول اتش، عملت استبدال للمحتويات، بدي اعمل استبدال. بحط المؤشر في الشريط الاول وبتاكد انه انجليزي، من تحت يكون اي ان جي حرف الانجليزي، او الت شيفت على اليسار عشان يصير انجليزي. بضغط شيفت وحرف السته، رقم السته. بعديها حرف الاف. اللي تحت الشريط الاسفل بفتح قوس وبحط شيفت سته اللي هو الاس، وشيفت سبعه بضل ضاغط على الشيفت، وبعدين بسكر القوس. ستة وسبعة جنب بعض هيهم فوق في الشريط من الأرقام اللي أعلى اللي هو الحروف. وبعمل استبدال للكل، بديش أقعد واحدة واحدة بدل، لا بدي كله يتبدل مرة واحدة. هاي استبدال الكل، لكن واحدة قال لي بدل ستة، لكن للأسف راح بدل لي مين؟ كمان مرة بس صار مشكلة في الشيرنج. راح بدل لي كله بما فيهم اللي كانت من اول اصلا فيها اقواس، واحنا بدناش نحط لها كمان اقواس، حط لها اقواس. عشان هيك انا بنصحك انه يا اما بدك تشتغل يدوي اشتغل انت حر، بس انك تشتغلها على الطريقه هذه اللي ضغطه زر واحده وخلصنا، بروح بخليهم كلهم بدون اقواس وضغطه زر بخلص منهم مره واحده وبصيروا كلهم اقواس سواء فوق او تحت، حتى اللي تحت هيهم ظبطوا كمان. تمام؟ هذه الجزئيه الاولى، هذه خلص صارت عندنا بالغلط بمسح قوس منها. من هم مش هنختار كثير. وتحت نفس الشيء حلالي صار قوسين، بمسح القوس الكبير هذا
فندق كبير. هجينا نلاحظ شغله، احنا لما نقول انه الحواشي والمراجع مرتفع بس في المتن فقط، بدناش اياها تكون في الهام، في الهامش تحت، في الهامش بدناش الرقم يكون طالع لفوق زي هيك، خلينا نكبر هيك شويه، بدناش هذا الرقم لفوق والكلام لتحت، لا بدي كل يكون على نفس المستوى. بروح بعلم كل الحواشي يا هيك، هذا عشان صفحه واحده سهل، لكن لو انا ضغطت كنترول اي وانا في الحاشيه انا مش في المحتوى، لا انا تحت في الحاشيه، وين مكان مش مهم، المهم في الحاشيه، وعملت كنترول اي بعلم بس الحواشي يطلع فوق، مش معلم حاجه، بس كل حواشي الرساله من الاول الى النهايه معلمه. من نعمل شغله برضه بالاختصارات اسهل، بدل ما نيجي منها ممكن منها نعيها، هاي مرتفع وهي منخفض، او كنترول شيفت زائد، انا بقول منها فقط، خلينا منها. لو ضغطت هذه ضغطه حيصير كلهم تمام، لو ضغطت كمان ضغطه هي كله مرتفع صار، لو ضغطت على هذه صار كله منخفض، طب بديش اياه منخفض برجع اضغط عليها برجع كله عادي. طب هي كان مرتفع، بديش اياه مرتفع برجع اضغط عليها رجع عادي، انا بدي اياه يكون عادي في المحتوى تحت في الحاشيه، عفوا في الحاشيه بدي الكلام يكون عادي، ما بديش يكون الرقم مرتفع والكلام عادي. طيب برجع كمان مره بعمل كنترول اي. هنا في الحاشيه نوع الخط بيكون سمبليفايد ارابيك، نوع حجمه بيكون 12، ونوعه او تباعد الاسطر عفوا، خلينا نذكر هيك الشاشه شويه، تباعد الاسطر بيكون 0.0 ومفرد. برجع اكملها تمام، هيك صار عندي الحاشيه تمام، خلينا نذكر الشاشه تبين عندكم هيك 100%، هيك الحاشية صارت عندي تمام، والكلام هي كله تمام، والأرقام جاية 100%. طبعا المفترض لو فتحت صفحة جديدة لحاله يعيد ترقيم، طب لو ما عادش راح كمل الأرقام، إيش بعمل؟ بروح بكل بساطة بضغط بالزر اليمين هام، بالزر اليمين على الحاشية وين ما كان أي حاشية، بقول له خيارات الملاحظات، خيارات الملاحظات، بضغط عليها وبقول له بديش إياه مستمر، وما هو معمول مستمر، يعني لو فتحت صفحة جديدة أنا هيجيني ايش؟ 4 5 6 يكمل، لا انا بدي اعاده ترقيم في كل صفحه، كل بدايه صفحه جديده يعيد الترقيم من اول وجديد، وبقول له تطبيق. هلقيت لو فتحت صفحه جديده حيبدا لي من اول وجديد، لو عملنا هنا كنترول انتر وجينا هنا عودنا نسخنا هذه هيك وحطيناها، هي رجع 1 2 3. طب لو انا كنت مختار من هنا، لو كنت مختار مستمر وقلت له تطبيق، حيصير الاول 1 2 3 وبعدين يكمل 4 5 6 7 8 وهكذا. بس احنا عندنا في الجامعه الشرط تبع الجامعه اللي هو اعاده الترقيم في كل بدايه صفحه ونطبقه على كامل المستوى. اتفقنا على هيك؟ هيك صارت حاشيه مرتبه وامورها تمام، ما فيش فيها اي مشاكل. طيب واحد عمل رسالته او عمل بحث او عمل اي شيء لاي سبب بحواشي وبده مثلا ياخذ الحواشي على ملف ثاني او بدوش اياها، بديش انا حواشي بالمره، بديش يعني في عندنا شغلتين هنا عشان ناخذ كل الفكره عن الحواشي. في بعض الابحاث العلميه، احنا في الجامعه متفقين على هذه الطريقه، طريقه انه الحواشي في نهايه كل صفحه. في بعض الابحاث العلميه بيقول لك حط الحواشي كلها في النهايه غير المراجع، في مراجع وفي حواشي، يعني الحواشي بهذه الطريقه بس كلها في وراء اخر الرساله. بضغط الزر على اليمين وبقول له حول لي اياها لتعليق ختامي. لما يحولها لتعليق ختامي بتيجي كل الحاشيه في نهايه الصفحه. بس هان راح جابهم هنا شغله مش واضحه، جابهم في نهايه الملف تمام. لو انا بدي، لو انا بدي ثواني بس اشوف هان شغله. طيب لو هان انا بدي الغي الحواشي كلها نهائي، بديش اياها لا في النهايه ولا هان ولا شيء، انا عملت حواشي وبطلت بديش. باجي ايش بعمل؟ بقول له كنترول واتش. وبقول له استبدلني، هي افتح القوس، هي غير الرمز اللي احنا حاطينه اللي هو شيفت 6 واف، وسكر القوس. هذا ليش حطيت اقواس؟ لانه غيرناه صار بقواس، بطل بدون اقواس. وبقول له حول لي اياه لشيء فاضي، يعني بديش شيء بدل وخلص بدي اياه ينحسب. وبقول له استبدل الكل. هيك هي استبدل لي اياها، بطل فيه ولا رقم عندي صاحب تمام. هالارقام فيها مشكله عشان ظهر، عشان هيك ظهرت او قسمها هو لقسمين تمام. فبحذف لي كل الحواشي مره واحده، كمان مره نيجي هنا اي نعمل كنترول اتش واستبدال الكل.
يمكن عشان من البداية كانت فيها مشكلة. طيب فنحذف تلقائي كل الحاجة. هيك تقريبا احنا بنكون خلصنا في موضوع كيف نعمل حواشي ونلغيها ونعملها مرتفع او منخفض باسهل الطرق. طيب اجيت لو انا عندي فقرة زي هذه مثلا زي هذه هيك وعندي كلمة جاية في سطح يعني في صفحة جديدة مناش من سطح جديد يعني هذه هيك وهذا السطر يعني جاي لحاله في صفحة جديدة مش معاه كلمة حتى لا لحاله وبدأ طلعه فوق فيش وسع نهائي معايا ايش بعمل؟ في طريقة اني اضغط الكلام بشكل افقي يعني هذا الكلام حيضل حجم 14 وحيضل نفس الناس اللي فايت ارابيك وا 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 ولكن حيكون مضغوط شوية. طيب يا استاذ بلال هينا عوشك فنيجي بنضغط على خيارات الخط كيف نجيب خيارات الخط؟ يا بالزر اليمين على خط او كنترول دي مباشرة هاي خط وبروح على خيارات متقدمة وهذه العلامة 100% ما زجرة بعملها 95 مثلا هيا زجرت وطلع الكلام هاي فوق وصار في الصفحة اللي قبل ما لاحظتش صار أي اختلاف انت نفس الاشي بس قلت من المسافة الأفقية شوية ما لاحظهاش أي حد لكن ريحني من صفحة جديدة فيها كلمة وهذا اشي يعني مش كتير جميل في البحث. طيب نحكي عن علامات الجدول كنت حابب أطبق معكم بس بقول لي مش ضايل وقت حدود 5 دقائق 10 دقائق حشرح لكم بس ايش هن اللي هو علامات الجدول اللي هي هدول الاشياء اللي هان هدول هذه المربعات وتغييرها ايش هدول ايش يعني علامات جدول هذه لو انت جيت على كل واحده هذه معناها انه بيعمل لي علامه الجدول على اليمين ايش يعني؟ يعني هان انا حاجه اطبقهم عشان احنا نحاول نعرفهم هان عندنا لليمين وفي اللي هو علامه عشريه وفي عمودي وفي اللي هو علامة بادئة أو في علامة معلقة أو في لليسار خلينا نشوف إيش هن هدول هجينا نشوف نقولهن مرة واحدة بنضغط ضغطين هان على واحدة منهن أو بروح خيارات فقرة هيك بالزر اليمين ومن هان في جدول عندنا تحت هاي جدول هاي موجودة عندنا يا يمين يا الوسط يا يسار يا عشري يا خط عمود نيجي نطبق كل واحدة فيهن ونعرف إيش هن حتتضح معنا الأمور خلينا نمسح كل الموجود هذا بنيجي لأول واحدة على اليمين بدي إياها بعد 2 سم، بعد 2 سم حط لي إياها، بقول له تعيين. بدي واحدة للوسط بعد 7 سم مثلا، تعيين. بدي واحدة منها لليسار نفس اليمين أكيد حتفهموها 10 بعد 11 سم مثلا، تعيين. وبدي خط عمودي بعد 15 سم، عشان ما نضيعش وقت كثير، الآن حتتضح الأمور معنا. هيجي لو أنا عملت تاب أول تاب وكتبت واكتب لي من اليمين. لو كمان تاب هذه مكررة مرتين طبعا لو انا عملت عندنا المسافات كثيرة طيب ناخذ على السريع مسافتين بس عشان تتضح حناخذ اليمين طيب بعد 2 وحناخذ العشري بعد تعيين وحناخذ خط عمودي بعد 4 سم حناخذ حنطبق تنتين فقط عشان نضيق الوقت هيجي عندنا هي جاب اللي هي العشري هذه فكرتها كالتالي لو انا اجيت هنا كتبت رقم هنا كتبت رقم 10.15 وتحتيها كتبت رقم 15 او 155.2 حيخلي ترتيب الفقرات تحت العلامه العشريه، كل الترتيب بيكون تحت العلامه العشريه مباشره مهما كان الرقم، الخط العمودي بضيف لخط عمودي زي قاسم بين الصفحات، لو عملنا محاماه لليمين بصير الكلام يبدا من اليمين، لو اليسار لو عملنا واحده على اليسار زي هذه مثلا، وجينا حطيناها هان وجينا نكتب هان هيك عملنا تاب كتبنا هنا حيبدا يكتب من اليسار لليمين طيب هجيت نيجي اخر نقطتين يا استاذ بلال نقطتين وحننهي ان شاء الله اذا انت معنا شغله في موضوع النسخ واللصق لو انا مثلا عندي رساله جاهزه وبدي انسخ من ملف ثاني وبدي يجيب لي التنسيق نفس ما كان في الملف الاول بديش يجيب لي اياه بطريقه مش مرتبه في حاجه عندي في ملف خيارات متقدمه في حاجة اسمها خيارات القص والنسخ واللصق لو كان لصق من داخل المستند لو كان من بين المستندات لو بين احنا حناخد الثاني هو اكثر شيء بهمنا لو انا بدي اعمل لصق من مستند ثاني بدي اياه يحتفظ بنفس المصدر تبع الاساس ولا يدمجه ولا يحتفظ بس باللصق والتنسيق لا انا بدي اجيب لي اياه زي ما هو هناك
عشان يكون على نفس تنسيقه. ممكن انت تغير حسب اهتمامك. لو داخل المستند بدنسك برضه بختار المناسب الي. لو بدي صوره ادرجها، ادراج الصوره بدي اياها تكون سطري مع النص ولا مربع ولا خلف النص ولا امام النص، حسب ما بناسبني، بس افضل شيء تكون سطري مع النص. شغله اخيره حنحكي فيها وننهي موضوع اللي هو كيف اغير حالة الأحرف بالإنجليزي. أنا بعتذر بشدة لطلاب الإنجليزي، كنت حابب أحكي كله بالإنجليزي بس راهم لأنه محدش نموه منه. طيب لقد كتبنا مثلا هاي أيمن أو هاي سمول، هاي أيمن أحمد دول. كيف أنا بدي أخلي الاسم هذا كله يكون كل حروف كابيتال لتر أو يكون بداية حروف كابيتال لتر أو أو أو؟ في عندنا منها طريقة، بس إحنا نأخذ طريقة الاختصارات أسهل. شيفت وأف ثلاثة، شيفت في الاف واحد اف اثنين ثلاثة اللي فوق، اف ثلاثة بختار، ضغط شيفت اف ثلاثة كله صار حروف كبيرة. كمان مرة شيفت اف ثلاثة كله حروف صغيرة، شيفت اف ثلاثة اول حرف بس كبير. انا بضل اضغط حسب ما بناسبني بختار. تمام. طيب شغلة ثانية حكيناها تعرف اللي هي الفقرة وادراج احرف استهلالية لاخر نقطة، هي يعني برضه بتفيد بعض الناس. يعني مثلا نكمل هذا السطر على السريع بس وخلينا ان شاء الله. حكيت عندي هذا الفقره، لو انا بدي مثلا عندي مش مسافه في نهايه الفقره هان، وبدي اياه يجيب لي المسافه هذه وبدي يجيب لي المسافه هذه اللي في النهايه. خلينا نرجع على وين الملف تبعنا. تمام، بدي اياه يجيب للمسافه هذه، يعني لو في كلمه هان يكملها، بقول له على الواسطه تخطيط الواصله وبقول له تلقائي. لو هان مثلا في كلمه ما لهاش وسع زي هذه الكلمه هي طويله، قسمها وحط له علامه الشحطه انه هذه كلمه متصله مش كلمه جديده. واخر شغله انه لو انا جيت على ادراج، هذه شغله بتلزم يعني في شغلات خارج التنسيق او بعض الرسائل، اجيتها على احرف استهلاليه على ادراج على اليسار اقصى اليسار في حاجه اسمها احرف استهلاليه. لو اخترت مسقطه هذا بجيب لي اول حرف برا. لو انا اخترت اللي هو خيار في الهامش بجيب لي اياه على الهامش برا، الاطار اول حرف والباقي بيكون كلام عادي. هذا يمكن بلزم في التنسيق اكثر. طيب هلقيت احنا هيك تقريبا خلصنا ضيق الوقت، بس ما خلصناش احنا كل شيء عندنا. شكرا. كمان مره بعتذر من طلاب اللغه الانجليزيه، بحاول ان شاء الله اذا كان في مجال انه فيديو مقطع فيديو او شيء اشرح لكم بشكل سريع عن كيف اعدادات الرساله بالانجليزي والتفاصيل، لانه في جزئيات كثير مهمه. فبعتذر كمان مره لهم. شكرا كثير. اي حدا ما ذكرناهوش، اي حدا تخصص سهينا عنه، يعذرونا جميعا. ايمن اللقاءات ما انتهت ان شاء الله. حبيبنا حبيبنا ايمن، احنا مغاضين لانه في لقاء ثاني ان شاء الله. لقاء ما انتهت والبرنامج ان شاء الله احنا ممكن نضيف عليه بعض الشغلات، واكيد الويبنارز واللقاءات مع الطلبه مش حتنتهي ان شاء الله رب العالمين، بالعكس راح تكون مكثفه خلال المده القادمه. شكرا كثير لايمن، شكرا كثير لكل الطلبه والطلبه من الجامعه الاسلاميه وخارج الجامعه الاسلاميه. مداخله اذا ممكن. احنا بنتمنى بصراحه يكون معنا وقت. والله اخويا احنا مضطرين ننهي. خمس ثواني. تفضل تفضل بسرعه بس. بس عفوا انا اول شيء الله يعطيكم العافيه. ثاني شغله الطلب، الملف الوورد اللي كان المنسق اللي كان يعرض العرضه في البدايه، ماذا في امكانيه تنزلون لنا اياه؟ لانه يبدو منسق تحديث. حاضر راح ننزل الملف. حاضر ولا يهمك. وبسرعه وبكل محبه وابتسامه. شكرا كثير لكم، شكرا كثير لحضوركم، نراكم في اللقاء القادم الاربعاء ان شاء الله رب العالمين. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بارك الله فيكم جميعا ومشكورين على حسن صبركم ان شاء الله.